بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. يعطيكم العافية، أنا حضرت في مقابلة طالب سنة رابعة زميلكم، أنت دفعة 2023 سنافر الكلية. أهلا وسهلا فيكم، راح أشرح لكم إن شاء الله ما تبقى من شابتر 43، أوكي؟ شابتر السي دي إس، أوكي؟ زميلتي وصلت لكونسبت 0.3، أنا راح أكمل من 0.4 لآخر شيء، أوكي؟ في أكثر من كونسبت، سو بين كل كونسبت وكونسبت راح ناخذ دقيقة راحة إلكم مش إلي، أنا راح أظل أشرح بس بتقدر توقف الفيديو فيه، أوكي؟ طيب، الكونسبت اللي حنبلش فيه بيحكي عن، راح ناخذ فيه عن مكونات الدم، عن وظائف هاي المكونات وعن أشياء أخرى متعلقة فيها. راح ناخذ شوي عن الكارديفاسكولار ديزيزز، أوكي؟ يعني راح نتطرق شوي لأشياء حتحبوها لأنه أنا عارف إنكم بتحبوا تعرفوا شوي أكثر عن الأمراض، وخصوصا حلو لما تبلشوا تربطوها مع الإشي اللي قاعد تدرسوه، أوكي؟ طيب، هسا بنعرف إحنا، أو حتعرفوا، أو ما بعرف إذا أخذتوها أو لا، أنا عندي two types of circulation. يعني أنا الكائنات الحية كلها إلها، في كائنات حية بتمشي على هذا النوع من السيركيليشن، وكائنات بتمشي على هذا النوع من السيركيليشن. اسم هذول النوعين من السيركيليشن اوبن سيركيليشن وكلوزد سيركيليشن. شو معنى اوبن وكلوزد؟ اوبن معناته انه السوائل تعيت الجسم. الناس لنحكي مثلا عن الكائنات الحية اللي بتتبع الاوبن سيركيليشن، اوكي؟ اللي بيتبعوا الاوبن سيركيليشن السوائل تعيتها مش مفصولة عن بعض. شو يعني؟ يعني سوائل الاكسترا سيلولار مش مفصولة عن الانتر سيلولار، او الخ الخ الخ، تمام؟ هذا معنى الاوبن سيركيليشن، معناتها the fluid is continuous with the fluid surrounding all body cells، اوكي؟ طيب، اما the closed circulatory system لا، بتكون مفصولة، اوكي؟ يعني هذا اللي المهم تفهموه بس من هذول الجملتين. وشوفوا انتو في كثير اشياء حتبين الكو فيج، اوكي؟ فما راح، يعني ما راح نخوض بعمق كثير لانه مش كل شيء مطلوب معك حتى لو مكتوب هون، فانتوا ركزوا على اللي احنا بنركز عليه بالشرح، تمام؟ طيب، هسا خلينا نحكي عن البلد بحد ذاته. البلد هو ايش نوع من انواع الانسجه؟ احنا بنعرف انه الانسجه لها اكثر انواع، في كونكتيف تيشو، في عندي مسل تيشو، في عندي ابيثيريال تيشو، الخ الخ الخ. البلد نوعه، او البلد في الفيرتبرز اللي هو احنا يعني في الفقاريات، خلينا نقول نوعه كونكتيف تيشو، يعني هو عباره عن كونكتيف تيشو مكون من عنصر خلوي ومكون من عنصر مائي، خلينا نقول، او بلازمائي، اوكي؟ طيب، فهو عباره عن كونكتيف تيشو، فيه هو عباره عن خلايا، والخلايا هاي بتسبحب ليكويد، اوكي؟ يعني هو عباره عن كونكتيف تيشو، هذا الكونكتيف تيشو عباره عن خلايا بتسبح في ليكويد، اوكي؟ الليكويد هذا اسمه البلازما، تمام؟ طيب، فزي ما احنا اخذنا لحد هسه او اللي فهمناه انه البلد عباره مفيه جزئين، فيه سيلولار بورشنز وفيه ليكويد بورشن، صح؟ طيب، هسا نسبة السيلولار بورشن مقارنة بكل الدم 45%، ونسبة الليكويد بورشن 55%، فالليكويد أكثر بشوي من السيلولار بورشن. هسا بس رح ناخذ مكونات السيلولار ومكونات الليكويد بورشن، تمام؟ رح نبلش في السيلولار. السيلولار بورشنز من اسمها اللي هي المحتوى الخلوي في الدم، يعني ما هي الخلايا الموجودة بالدم، هذا معناها السيلولار إليمنتس أو السيلولار بورشن، تمام؟ ما هي الخلايا الموجودة بالدم؟ أنا عندي بالدم ثلاث أنواع من الخلايا، عندي ار بي سيز الريد بلود سيلز، عندي الدبليو بي سيلز الوايت بلود سيلز، وعندي البليتلت، أوكي؟ عندي خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبليتلت، تمام؟ راح ناخذ مكونات كل واحدة منهم إذا إلها مكونات، و أنواعها عفوا ووظائفها، أوكي؟ طيب، هسا راح نبلش في الوايت بلاد سيلز. الوايت بلاد سيلز أو ما يسمى في اللوكوسايتس، سو اللوكوسايتس نستنتج إنه هي نفسها الوايت بلاد سيلز لكن بمصطلح علمي أكثر، اللوكوسايتس، أوكي؟ والنوع الثاني هو البليتلتس اللي قلت لكم عنه وهو الصفائح، وثالث نوع اللي هو الريد بلاد سيلز اسمها العلمي إريثروسايتس. سو خلينا نستخدم معناته اللغة العلمية، عندنا لوكوسايتس وبليتلت وإريثروسايت، وايت بلاد سيلز بليتلت وريد بلاد سيلز، اوكي؟ بس رح نستخدم لوكو وإريثرو أكثر من المصطلحين الثانية، تمام؟ زي ما احنا شايفين إنه إيش وظيفة كل وحدة فيهم؟ إيش وظيفة كل وحدة فيهم؟ اللوكوسايت الوايت بلاد سيلز دائما وظيفتها مناعية، يعني دائما وظيفتها بالمناعة، يعني الوايت بلاد سيلز أو اللوكوسايتس وظيفتها مناعية.
البليتلت وظيفتها البليتلت هي عبارة عن بقايا خلايا، أوكي؟ هي عبارة عن fragmentation of cells. وظيفة البليتلت بشكل رئيسي عبارة عن إنها بتعمل لي إشي اسمه clotting، رح نخوض عنه كمان شوي. شو يعني clotting؟ يعني بشكل بسيط مثلا أنت انفتح هون عندك جرح، إيش اللي بيساعد في إغلاق هذا الجرح؟ البليتلت. سو هي بتساعد اللي في البلد كلوتينج، لكنها مش الوحيدة، راح ناخذ الباقيات كمان شوي، تمام؟ وثالث واحدة اللي هي الإريثروسايت. شو وظيفة الإريثروسايت أو ريد بلاد سيلز؟ وظيفتها تعطينا القوة. شو يعني قوة؟ يعني وظيفتها تزود خلايا جسمي بالأكسجين وتخلص جسمي من ثاني أكسيد الكربون، أوكي؟ طيب هيك تقريبا أخذنا أغلب، لكن نعرف انه في معلومه اضافيه لللوكوسايتس انه له انواع، يعني اللوكوسايتس نفسه له انواع. منكم مش مطلوب منهم مش مطلوب منكم حاليا الا اسمهم، تمام؟ مطلوب منكم بس الاسم تاعتهم، نادرا ما يجوا هذول الاشياء التفاصيل يعني، بس انه لازم نحكيهم. فاللوكوسايتس عباره عن 5 انواع: البيزوفيلز، زينوفيلز، نيوتروفيلز، ليمفوسايتس، ومونوسايتس. اوكي، يعني اذا بدنا نحكي على كل واحدة منهم نقدر نحكي، بس انه مش مطلوب منكم، بس نطرق لهم بشكل بسيط يعني على بعضهم لانه ممكن يفيدوكم. الليمفوسايتس بتعرفوهم ان هي الخلايا الليمفاوية، هن نوعين: خلايا بي وتي سيلز. ليش حكيت هاي المعلومة تحديدا؟ عشانكم تعرفوها بالتوجيه. اوكي طيب، النيوتروفيلز او خلينا نروح اول شيء على مين؟ على المونوسايتس. المونوسايت هي نفسها مين؟ الماكروفاج، لكنها مرحلة بدائية منها. والماكروفاج والنيوتروفيل وظيفتهم مهاجمة البكتيريا. الليمفوسايت وظيفتها مهاجمة مين؟ الفيروسات. هاي معلومات إضافية مش موجودة معكم هون، لكن أنا مشان أجمل لكم الإشي اللي قاعدين تخطوه، إنه هذول غالبا ضد البكتيريا. الليمفوسايت غالبا ضد مين؟ الفيروسات، تمام؟ الزينوفيلز غالبا ضد الباراسايتس اللي هي الديدان أو هاي الأشياء. البيزوفيلز غالبا وظيفتها بتكون ضد مين؟ الحساسية، يعني هي مسؤولة عن الحساسية غالبا بشكل كبير، تمام؟ طيب أخذنا أنواعهم وأخذنا الفانكشنز تاعينهم، ورح نرجع نأخذهم تحت بعدين. بظل النمبرز مش كثير مهم، إنه كم تعدادهم في الدم لكل مليمتر مكعب. ففي كل مليمتر مكعب في عندي 5 ل 10 آلاف لوكوسايتس، خلايا دم بيضاء. في عندي من 250 ل 400 ألف بليتلت. في عندي من 5 ل 6 مليون اريثروسايت. سو مين اللي له التعداد الاكبر؟ الاريثروسايت، بعدين البليتليت، وبعدين الوايت بلود سيلز، تمام؟ اذا هذا هو عباره عن المحتوى السيلولر عندي، وكم تركيز المحتوى السيلولر؟ قلنا 45%. نروح على المحتوى الليكويد اللي هو اللي بشكل الماء، المادة السائل، اوكي؟ المادة السائلة اللي بالدم اسمها بلازما، وتشكل 55% من الدم ككل، تمام؟ طيب برضو البلازما مش عبارة عن سائل وفقط. هو لاحظ انه هو لما شرح لك اياها هون ما قال لك انه هي عبارة عن cells suspended in water، قال لك cells suspended in liquid، والليكويد هذا اسمه البلازما. كونه حكى لك ليكويد معناته مكوناته مش بس water، يعني هو مش بس ماء، تمام؟ لما احنا نحكي صيغة ليكويد اخذتوها بالكيمياء اكيد مش معناها ماء. ليكويد معناها انه هي عبارة عن ماء والاشياء اللي ذائبة بالماء، اوكي؟ ماء والاشياء اللي ذائبه والمحمله بالماء، اوكي؟ طيب فرح ناخذ، رح ناخذ ايش هاي الاشياء الذائبه في الماء او المحمله في الماء. اول واحد اكيد اول مكون من مكونات البلازما هو الوتر، وهو له النسبه الاكبر منها، حتى كبيره نسبته، اوكي؟ ناسي كم بس، لانها لكنها بالتسعينات بالمية، اوكي؟ طيب ايش وظيفه الماء؟ وظيفه الماء انه يكون سولفنت، يعني وظيفه الماء يكون مذيب لكل هاي المكونات اللي راح ناخذهم، ما تقلقوا من طولهن كثير سهلات، اوكي؟ طيب ثاني مكون من مكونات البلازما اللي هي الايونز، اللي هي الايونات، اوكي؟ او الالكترولايتس، تمام؟ الالكترولايتس مثل عليها الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الكلورايد، والبايكربونات، هي عباره عن الايونز الموجوده في دمي. ممكن تستصعبوا هاي الأشياء بالبداية، لكنه كثير سهل لما ترجع تقرأها مرة ثانية، مرة ثانية. So هي كثير سهلة. إيش وظيفة هاي الأيونات؟ يا صديقي الأيونات هاي إلها دور مهم جدا جدا، على الرغم من إنه نسبتها بالدم كثير قليلة، لكن دورها مهم جدا. وظيفة هاي الأيونات بشكل يعني إلها أكثر من وظيفة، نتطرق بس للموجود معكو. أولا تعمل لك أزموتيك بالانس. شو يعني أزموتيك بالانس؟ إشي أخذتوه في تشابتر الأسموسيس، أوكي؟ إنه تحافظ لك على فرق التركيز الأيوني بين هاي المنطقة وهاي المنطقة،
تمام، هذا أول شيء بتقدر تعمله. فإذا كان في عندي مثلا صوديوم أكثر في الدم، صوديوم أكثر في الدم معناته تفوقت أزمانيا على السوائل الموجودة خارج الدم اللي هي the intercellular fluid، أوكي، أو ال interstitial fluid. ثاني وظيفة بتعملها البفرينج. شو يعني البفرينج؟ يعني إنها بتحافظ لي على إنه الدم ما يكون حمض كثير أو ما يكون قاعد كثير، يعني بتعمل لي له بفرينج، بتخليه في النورمال رينج للأسيد بيس بالانس. مين المسؤول عن هاي الخاصية بشكل رئيسي؟ اللي هو البايكربونات بشكل رئيسي، هو اللي بيعمل لي بفرينج. تمام؟ طيب، وباقي المكونات اللي هي الكلورايد، المغنيسيوم، الكالسيوم، مسؤول عن إنها تحافظ لي على الممبرين بيرميبيليتي. يعني أنتم بتعرفوا بالنهاية إنه هاي الأيونات حتطلع باتجاه الخلايا، والخلايا هاي عليها قنوات أيونات. لاحظ أنا شو قلت، قنوات أيونات، معناته الأيونات هي مهمة في السيلولار بيرمابيليتي تاعت الخلايا. أوكي، سو لها 3 وظائف، الأزموسيس والأسموتيك بالانس، البفرينج، والريجوليشن أوف ممبرين بيرمابيليتي. تمام، هذا هي عبارة عن الأيونز. ثالث مكون من مكونات البلازما اللي هي البلازما بروتينز، بروتينات الدم أو بروتينات البلازما، اللي هم عبارة عن أكثر من نوع، لكن إحنا راح نركز على المهمات منهم: الألبومين والأنتيبوديز أو اللي هم الإميونوجلوبولين، الأبولي بو أبولي بو بروتينز، والفيبرونوجينز. تمام، هم عبارة عن هذول الـ4 أنواع. تمام، لازم نحفظ برضو الوظيفة تاعيتهم. طبعا أنا اللي قاعد بشرح لك إياه هو تقريبا 6 لـ7 سلايدات قدام بيشرحوا نفسه، فأنا بس قاعد أشرح لك على الصورة مشان نرجع نراجعهم تحت، فما تقلق من كثرة المعلومات راح يرجع يتكرر هسه تحت. طيب، هسه الألبومين شو وظيفته؟ وظيفته يعمل لي أزموتيك بالانس وبي اتش بافرنج. فلاحظ وظيفة الألبومين متشابهة مع إحدى وظائف الأيونات اللي هي الأزموتيك بالانس والبافرنج. سو الألبومين وبعض الأيونات جدا مهم في عمليات الأزموسيس والبافرنج، جدا مهم. ليش؟ لأنه الألبومين يعتبر بروتين كبير الحجم. هسه الأزموسيس بيعتمد على اشياء دائما، على الكيميكال وعلى على الالكتريكال. اوكي، مين اللي بيعطيني مين بيعطيك الكيميكال اوزموتينج بالانس؟ الالبومين، نظرا لانه بروتين كبير الحجم. مين بيعطيك الالكتريكال اوزموتينج بالانس؟ الايونات، لانها هي ايونات يعني لها شحن. تمام، طيب، ثاني مكون اللي هو الاميونوجلوبولين او الانتي بوديز. تمام، ايش وظيفة الاميونوجلوبولينز اللي هن الاي جيز؟ اوكي، ايش وظيفة الانتي بوديز؟ وظيفة الانتي بوديز مناعة، زي ما بنعرف انتي بوديز هي تستخدم ضد المناعة. علمها واسع كثير لكن مش راح اخوض في تفاصيلها. تمام، ثالث نوع اللي هي الابو لايبو بروتين، ابو لايبو، بما انه فيها كلمة لايبو وهي بروتينز، فهي عبارة عن بروتينات ناقلة لمين؟ للليبيدز، ناقلة للفاتس يعني. تمام، طيب، آخر واحد اللي هو الفيبرونوجين، وأكيد سمعته في مصطلح اسمه الفيبرين، مسؤول عن الكلوتينج. ومين كمان ذكرنا عنه قبل شوي مهم جدا في عمليات الكلوتينج؟ البليتلتس. ولحد الآن في 2 بيشاركوا في الكلوتينج، الفيبرونوجين وهو إحدى بروتينات الدم، والبليتلتس اللي هو أحد السيلولار إيلمنتس. تمام، تمام، طيب، خلصنا الووتر وخلصنا الالكترولايتس وخلصنا البروتينز، ظل اخر شيء وهو الاشياء اللي بتسبح في الدم او الذائبه في الدم. اوكي، عاد الاشياء اللي اخذناها. هلا ايش الاشياء اللي بتكون موجوده في الدم عاد؟ هلا هسه ايش الاشياء الموجوده في الدم واللي مش ممكن تكون موجوده فيه يعني، ولكنها لا تشمل هذول؟ هي عباره عن الاشياء اللي الدم وظيفته ينقلها من مكان لمكان. يعني الدم وظيفته ينقلها مثلا من الرئة للجسم، وظيفته ينقلها من الليفر للمعدة أو العكس، وإلى آخره. تمام، فهذول الأشياء اللي بدنا نحكيهم هم عبارة عن أشياء بتستخدم الدم مشان تنتقل من مكان لمكان. فإيش هاي الأشياء؟ النوترينتس، الأغذية. أكيد الأغذية بدها تنتقل بالدم، يعني أنت لما تمتص الأغذية من معدتك هي بتروح للدم والدم بيوزعها للجسم. تمام، ايش الاغذيه اللي بتنتقل عن طريق الدم؟ تقريبا كلهن، الجلوكوز والفاتي اسيدز والفيتامينز والى اخره. تمام، طيب، ايش برضه بتنقل الويست برودكت اوف ميتابوليزم ريسبيراتوري، تنقل الويست برودكت اوف ميتابوليزم. شو معناته؟ يعني احنا بنعرف عمليات الميتابوليزم تاعتك تنتج لك مواد انت ما بدك اياها، فشو بيعمل الدم؟ بياخذ هاي المواد ولوين بينقلها؟ للكدني مشان يتخلص منها، مشان نتخلص منها. طيب، برضه شو موجود عندي بالدم؟ الريسبيراتوري جازز اللي هن الغازات الاو2 والسي او2. زي ما قلت لك الاو2 بينتقل من الرئه لخلايا الجسم
اوكي، والسي او2 بينتقل من خلايا الجسم للرئه. طب مين بنقول من هون لهون؟ الدم. اوكي طيب، واخر شيء الهرمونز، الهرمونات اكيد هتنتقل بالدم. اصلا ايش تعرف الهرمونات؟ هي عباره عن مواد كيميائيه بتاثر لي على عضو معين في جسمي، وشو الشرط تبعها؟ تنتقل عن طريق الدم. هاي معنى هرمونز. تمام، فعرفنا على المكونات وما تقلقوا، راح نرجع ناخذهم بعدين. هذول هن الصور نفسهم موجودات فوق، لكنهم قاسمين لك اياهم هسه. راح نروح هسه على البلازما. قلنا البلازما اولى مكوناتها بعد الووتر اللي هي الالكترولايتس، وهي عباره عن ان اورجانيك سولتس على شكل ايونز اللي هي الالكترولايت. تمام طيب، شو وظيفه البلازما بروتينز؟ زي ما قلنا البلازما بروتين بتاثر على بلود بي اتش ومينتين اوزموتيك بالانس بتوين ذا بلود اند انترستيشن فلويد. هاي وظيفه اي تحديدا من البلازما بروتينز؟ وظيفه الالبومين. أنا ليش حبيت أشرح لكم على الشكل مش على هون؟ لأنه إذا بدي أنزل لكم أشرح لكم هاي بدون ما أشرح لكم هاي راح تنهجك كثير الأمور. يعني لاحظ كيف هون انتقل من فشق عن الووتر ورفعت لك بالإلكترولايتس، بعدين نط على البروتينز، شيء كثير غريب. تمام؟ تمام. سو هاي وظيفة مين من البلازما من البروتينز؟ وظيفة الألبومين. تمام؟ طيب، particular plasma protein function in lipid transport, immunity and blood clotting. مين من البلازما بروتينز كانت تضيف تعمل لي lipid transport؟ قلت لكم عنها فوق، اللايبو، البولي لايبو بروتين، ايش سموها؟ الابو، الاي، الابو لايبو بروتين، ابو لايبو بروتين زي ما قلت لكم، ابو لايبو بروتين. مين المسؤول عن الاميونيتي؟ اللي هن الانتي بوديز. مين المسؤول عن البلود جلوتينج؟ اللي هو الفيبرونوجين. فهمت ليش انا رجعت للصوره فوق قبل ما انزل؟ طيب، بلازما is similar combustion interstitial fluid but plasma has much higher protein concentration. أنا بقول لك تركيب البلازما نفس تركيب الانترستيشن فلويد اللي هو السائل اللي بين الخلايا، لكن شو الفرق بيناتهم؟ انه البلازما فيها محتوى بروتينات اكثر. تمام تمام هسه المحتوى السيلولر في البلازما قلنا اللي هي في عندي 3 انواع من المحتوى الخلوي، لكن هم نوعين من الخلايا. ليش قسم لك اياهم هون؟ لانه يعني هون ليش شو قال لك؟ انا عندي تو تايبس اوف سيلز وعندي بليتلت. ليش فصل لك البليتلت عن انها تعتبر خليه؟ يعني لاحظ هون ما اعتبر لك البليتلت خليه، لاني قلت لك ايش هي البليتلت؟ هي فراجمنتيشنز اوف سيلز، يعني هي عبارة عن بقايا خلايا لكنها لا تعتبر خلايا، لكننا بنعتبرها ضمن السيلولر. تمام، فايش هم السيلولر ايلمنت؟ الريد بلاد سيلز الاريثروسايت، والوايت بلاد سيلز اللي هم اللوكوسايت والبليتلت. الريد بلاد سيلز وظيفتها نقل الغازات O2 وبرد CO2، الوايت بلاد سيلز وظيفتها مناعية، والبليتلت وظيفتها ايش؟ هي فراجمنت اوف سيل وظيفتها في الكلوتينج زي ما قلت لك فوق. تمام، الريثروسايت زي ما شفنا فوق حسب التعداد انه هي كانت لها الاكثر عدد، فهي the most numerous blood cells، يعني هي اكثر تعداد خلوي في الدم هي الاريثروسايت. تمام، الاريثروسايت شو فيها؟ الريد بلود سيلز زي ما بنعرف فيها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين هو اللي فيه ذرة حديد، وذرة الحديد هاي هي اللي بتنقل لي الاو2. تمام، فكل جزيء هيموجلوبين بيقدر ينقل لي 4 جزيئات O2، يعني بيقدر ينقل لي 4 molecules of O2. تمام، in mammals يعني في الثدييات major erythrocyte lake nuclei and mitochondria، يعني احنا نعتبر ثدييات. اوكي، البني ادمين او the humans يعتبروا ثدييات. So the major erythrocyte بقول لك خلايا الدم الحمراء الناضجة ما فيها nuclei وما فيها mitochondria، فانت خلايا الدم الحمراء تايتك انت اللي قاعد تسمعني ما فيها لا نواة ولا ميتوكوندريا. اوكي، هيك الطبيعي تبعها. اوكي تمام، السيلولار اليمنت برضه هسه شكل خلايا الدم كيف حمراء؟ شكلها ايش سموها؟ انه باي فيز، شكلها زي الصورة بتقدم صح؟ طب شكلها زي دائرة تمام، ولكنها فايت من فوق وفايت من تحت. اكيد بتعرفوا كيف شكل الاريثروسايت. اوكي، وانا ار بي سي لها اسم، هيك شكل الاريثروسايت. هذا الشكل الطبيعي للاريثروسايت، هذا الشكل الطبيعي اللي بمكنها لما تمر. هسه مرات الدم بيضطر بيعبر في اماكن او في سمول فينيولز او سمول ارتريولز، القطر تبع المكان اللي بده يمر منه اصغر من حجم الاريثروسايت. فشو بيصير لما تيجي تعبر الريد بلاد سيل؟ شو بيصير لها؟ سكويزنج، بتنعصر. اوكي، فشكلها هذا هو بيمكنها من انها تعمل كل هاي الاشياء. تمام،
وبرضه شكلها هذا بزيد من مساحة السطح تاعتها مشان تنقل O2 بشكل مور efficient. لكن بدي اياك تقارن لي الار بي سيز الطبيعية بالسيكل سيل ار بي سي، سيكل سيل ار بي سيز. شوف كيف شكلها، لاحظ كيف شكل الار بي سي اللي مش طبيعية هيك. ايش هو السيكل سيل ار بي سي؟ السيكل سيل ار بي سي ببساطة هو عبارة عن مرض بصيب الهيموغلوبين، فبيأثر لي على شكل الار بي سي، يعني بحولها من هيك لهيك. فلما تصير هيك شكلها منجلية، مشان هيك اسمه سيكل، هلالية أو منجلية، فما بتقدر ما بتقدر تنقل O2 بشكل efficient، وما بتقدر يصير لها سكويزنج عبر هاي الأشياء. فهذا هو عبارة عن مرض وراثي خطير جدا، ما caused by abnormal hemoglobin بنطيني aggregates. الهيموغلوبين هذا بيتجمع واللي على الإيريثروسايت بيعطيها السيكل شيب. تمام، السيكل سيل هاي الخلايا على شكل السيل يا اما بصير لها رابتشر او بتسكر بلاد فيزن. تمام، طيب برضه خلصنا الار بي سيز في السيلولار المنتس، راح نروح على الوايت بلاد سيلز او اللوكوسايتس. تمام، الدبليو بي سيز. تمام، انا عندي خمس انواع من الدبليو بي سيز او اللوكوسايتس، قلت لك انا فوق المونوسايت اللي هي نفسها ماكروفيج لكنها قبل ما توصل للأنسجة، النيتروفيلز وهذول الثنتين شو قلت لك وظيفتهم يدافعوا يقتلوا البكتيريا أو يعملوا فاجوسايتوزز للبكتيريا. تمام، ثالث نوع اللي هو البيزوفيلز، ورابع نوع الزينوفيلز، وخامس نوع اللي هو الليمفوسايتس اللي هي البي والتي سيلز والأخرى. تمام، إيش وظيفتهم؟ وظيفتهم مناعية، وظيفتهم مناعية، يا إما بتعمل لك فاجوسايتوزنج للبكتيريا او عن طريق انها تعمل امينو ريسبونس ضد فورين سبستانس. مين المسؤول بشكل اساسي عن انه يعمل لي فاجوسايتايزنج؟ يعني مين من هذول الخمس انواع بيستخدم خاصيه الفاجوسايت للكيلينج؟ اللي هو المونوسايت والنيتروفيل فقط، باقي الانواع تستخدم طرق اخرى في القتل. اوكي، لكن مش مطلوبه منكم، لكن انا مشان بحب انكم تعرفوا هاي المعلومات مشان تذكروني فيها لما تخطوها بعدين. اوكي، سو يعني كل هنا بيقتلن الفورين بوديز، لكن مين اللي بيستعمل الفاجوسايتوسيس؟ ايش هو الفاجوسايتوسيس؟ انها تبلع الخليه، تبلع وتذوبها جويها. هنا المونوسايت والنيوتروفيل، باقي الاشياء تستخدم طرق ثانيه. تمام، وهن موجودات جوا وبرا السيركيوليتري سيستم، يعني موجوده جوا السيركيوليتري سيستم، يعني موجوده في الدم وموجوده في الانسجه. اوكي، طيب اخر مكون من مكونات السيلولار اليمنتس اللي هو البليتلت، اللي قلنا عنه هو عباره عن فراجمنتيشن اوف سيل، وايش وظيفته؟ يدخل في البلد كلوتين. تمام، طيب هسه راح ناخذ عن تكوين عن تكوين كيف تتكون هاي السيلولار اليمنتس. احنا قلنا السيلولار اليمنتس من الار بي سيز والدبليو بي سيز والبليتلت. تمام، بشكل بسيط، بشكل بسيط تعرفوا الستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعية اللي هي بتعطيني كل أنواع الخلايا بجسمي، ما راح أخوض بتفاصيلها، لكن مين اللي بيعطيني محتويات خلايا الدم بشكل رئيسي؟ هن الستيم سيلز الموجودة في البون مارو، يعني الموجودة في النخاع العظمي. هناك في عندي خلايا جذعية هي اللي بتنقسم وبتنضج وبتعطيني الخلايا تاعت الدم. فبالبداية أول مرحلة لإنقي، طبعا هي كثير مراحل أكيد أصعب من هيك بكثير وفي لها كثير تفاصيل، لكن انتم مطلوب منكم جنرال. سو بالبدايه بتتقسم لليمفويد ستيم سيلز ومايلويد ستيم سيلز، زي ما انت متوقع كونه هاي الليمفويد ستيم سيلز فشو بدها تعطينا؟ الليمفوسايتس، ليمفو ليمفو، فبتعطينا البي والتي سيلز. اوكي، البي والتي سيلز هن الليمفوسايتس قلت لك عنهم فوق، والمايلويد ستيم سيلز بتعطيك باقي الانواع كلهن. يعني لاحظ هون اعطتني كل الدبليو بي سي، اعطتني كل الدبليو بي سي عدا الليمفوسايت، فاعطتني المونوسايت والزينوفيلز والبيزوفيلز ونيتروفيل. احنا قلنا في خمس انواع للدبليو بي سي، واحده منهم تيجي من الليمفويد ستيم سيلز، والاربع الباقيات بتيجي من المايلود، وبرضه المايلود بتنطيني الار بي سيز لان الاريثروسايت بتنطيك البليتلت. كثير سهله العمليه. تمام، تمام. هسا شو اللي بيخلي مثلا المايلويد انه يعطيني نيتروفيل مش اريثروسايت، او يعطيني بيزوفيل مش بليتلت، او يعطيني هاي مش هاي، الخ الخ الخ؟ هذا إشي حط مرحلة مقدمة عليكم، لكن تعطيني هذا النوع مش هذا النوع بناء على وجود growth factors معينة، على وجود signals معينة. تمام، فمثلا مشان المايلويد ستيم سيلز تنطيني إريثروسايت، لازم المايلويد ستيم سيلز تتعرض لمادة اسمها إريثروبيوتين، فلما يتعرض المايلويد ستيم سيلز للإريثروبيوتين تنطيك إريثروسايت. هاي بس كمثال هو الوحيد المطلوب معكم. تمام،
تمام. طيب متى، خلينا نحكي احنا بحاجة الإيرثروبيوتين، لما تكون تركيز، يعني لما تكون كمية الأكسجين، هسا ايش وظيفة الإيريثروسايت؟ ينقل الأكسجين للخلايا، تمام؟ طيب فلما تركيز الأكسجين يقل بالخلايا، فشو الاستجابة تاع جسمك بتكون؟ إنه يرفع لك تركيز الإيرثروبيوتين، فالإيرثروبيوتين يؤثر لك على المايلويد ستيم سيلز، فيزيد من تركيز الإيريثروسايت، فيزيد تركيز الإيريثروسايت فزادت كمية نقل الأوتو، فبيرجع الأوتو لوضعه الطبيعي. فأنت فهمت العملية؟ يعني مش كثير مهمة يعني، بس إنه مهم تعرفها. ال RBC وال WBC وال platelet كلها بيجوا من الستيم سيلز الموجودة في البون مارو، تمام؟ خصوصا أي عظام، يعني أي نخاع عظمي موجود، النخاع العظمي تبع الريبس والفرتبري والستيرنوم والبلس. الإرثروبيوتين الـ ABO قلت لك عنه. الـ physicians can use recombinant ABO to treat people with conditions such as anemia والكدني فيلر. طيب بقول لك انه العلماء بيقدروا يصنعوا اي بي او صناعي، يعني ينتجوا لك اريثروبيوتين صناعي بالمرضى اللي عندهم انيميا والكتني فيلر. ما هي الانيميا؟ الانيميا اللي هي فقر الدم، تمام؟ فالناس اللي عندهم فقر الدم اكيد ترويه الخلايا الجسم بالاكسجين عندهم ضعيفه، فصنعوا العلماء ريكومبيننت اي بي او مشان هذول الناس تزيد كميه الار بي سي عندهم، وحاولوا يصلحوا من انه اعراض الاسكيميا او اعراض انه يقل المحتوى الاكسجيني عندهم، تمام؟ طيب لكن شو دخل الكدني؟ شو دخل الناس اللي الكدني عندهم خربانه بالاي بي او؟ لانه بالوضع الطبيعي، بالوضع الطبيعي ما هو المكان اللي بيصنع لنا الاريثروبيوتين؟ الكدني، يعني الكدني هي اللي بتصنع الاريثروبيوتين. فلما يكون عندك كدني فيلر ما راح يتصنع اريثروبيوتين في الجسم، فشو الحل؟ انك تعطي المرضى اللي عندهم كدني فيلر اي بي او صناعي. اوكي، فهمت ايش معنى انيميا وايش دخل الكدني فيلر؟ جميل. طيب هسه رح ناخذ عن البلد كلوتينج. ايش هو البلد كلوتينج؟ هي عمليه تفثر الدم، هي عمليه تحويل الدم من شكله السائل لشكله الصلب، هدفه الاساسي اغلاق الجروح. اوكي، اغلاق اي خلل في ال... في ال... في ال... اي خلل في اي خلل في البلد فيزل في جداره، وظيفة الكلوتينج انه يسكر لي. فهو عبارة عن كاسكيد اوف كومبلكس رياكشنز كونفيرت ان اكتف فيبرين جين تو فيبرين فورمينج اكلوت. شو يعني كاسكيد؟ كاسكيد معناتها سلسلة عمليات ورا بعض. شو يعني سلسلة عمليات؟ بدك تتخيل كالاتي، مثلا انت بالشارع وظيفتك مثلا او ليش بالشارع؟ بتعرفوا هاي الفيديوهات اللي كنا نشوفها على التيك توك او زمان، انه مثلا واحد بيوقع لك حجر دومينو، واحجار الدومينو كلها بتوقع 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 مشان اخر حجر دومينو مثلا يوقع على صوبه والصوبه تشغل، تمام؟ هذا معنى كاسكيد. كاسكيد هي سلسله عمليات متتاليه هدفها انها توصل للمرحله النهائيه. فالبلود كلوتنج ايش هي المرحله النهائيه؟ انك تكون لي الكلوت. المرحلة النهائية أو آخر مرحلة إنه يتحول الفيبرونوجين لفيبرين. إيش هو الفيبرونوجين؟ اللي قلت لك عنه فوق من بروتينات الدم اللي وظيفته كلوتينج. أوكي، فهذا هو. فالفيبرونوجين هو إن أكتيف، لازم يتحول لأكتيف مشان تتكون الكلوت، تمام؟ الفيبرونوجين إن أكتيف، الفيبرين أكتيف. أوكي، طيب فهمت إيش معنى كاسكيد؟ تمام. طيب لما تتكون الكلوت جوا البلد فيزل شو بصير اسمها؟ ثرومبس. يعني لما تتكون البلوت كلوت جوا البلد فيزل ثرومبس، and it can block the blood flow. يعني مش دائما الكلوت شيء صحي، مرات لما ينعمل في بسبب مثلا زيادة تركيز الليبيدز، زيادة تركيز أشياء مضرة، انخفاض تركيز أشياء كويسة، مرات بيصير لك كاسكيد وبيعمل لك كلوت. لكن الكلوت هاي بدل ما لكن ما بتتكون بسبب انه في عندي شرخ مثلا في البلد فيزل، بتتكون وهو ما في شرخ. فشو بتعمل؟ بتضيق البلد فيزل، فبصير في اعاقه للبلد فلو، تمام؟ فمثلا انه هون بقول لك كمثال انه هاي مثلا الكولاجين فايبرز، بقول لك لد هون في عندي شرخ في البلد فيزل زي ما انت شايف هون، تمام؟ فاحنا راح ناخذ عن ايش الاسباب اللي بتفعل لي الكلوتينج فاكتور، اللي بتفعل لي الكاسكيد. اوكي، وجود البليتلت بيفعل لك الكاسكيد،
وجود دامج سيلز، يعني لاحظ لما يكون في عند دامج سيلز هاي محفز للكاسكيد انها تبلش، وبرضه وجود البلازما. ليش وجود البلازما مهم؟ لانه الكاسكيد اللي قلت لك عنها بحاجة كثير فاكتورز مشان تعملها. اوكي، بعض الفاكتورز هاي موجود في الدم، مثلا الكالسيوم والفيتامين كي والخ الخ الخ، هي مواد مهمة مشان الكاسكيد تكمل. تمام، فمشان الكاسكيد تكمل بدي 3 اشياء، لازم يكون في عندي بليتلت، لازم يكون في عندي خلايا مصابة، خلايا بدها تصليح، ولازم يكون شو في عندي بلازما. أوكي، طيب فبالآخر الكاسكيد شو بدها تعمل لي؟ بدها تحول لي البروثرومبين للثرومبين، والثرومبين بدها تحول لي زي ما قلت لك آخر مرحلة الفيبرونوجين لفيبرين، والفيبرين هو اللي بيعمل لك الفيبرين كلوت. تمام، طيب زي ما انت شايف تكون الثرومبين بيعطي بوزيتيف فيدباك انه يعمل لك الثرومبين اكثر، فلما ينتج الثرومبين اكثر راح يتحول او راح ينتج فيبرين اكثر. فزي ما تقول هاي اسمها البوزيتيف فيدباك، اكيد اخذتوا شيء يعني بوزيتيف ونيجاتيف فيدباك. بوزيتيف فيدباك انه العمليه بتظل تزيد من حالها بالنواتج، يعني مثلا انه A زائد B بيعطيني C، فلما يرتفع C بتاثر لي على تركيز A و B يزيدوا فبعطوني C اكثر، وهكذا. هذا معنى بوزيتيف فيدباك. بينما نيجاتيف فيدباك انه لما C تزيد تبطل لي تركيز A و B فيقلل لي من تركيز C لما ابطل بدي اياها. اوكي، فتاثير الثرومبين يضل يعمل لي بوزيتيف فيدباك، يعطيني ثرومبين اكثر، وبالتالي يعطيني فيبرينوجين وفيبرين اكثر. راح نحكي عن الكارديوفاسكولار ديزيزز شوي. الكارديوفاسكولار ديزيزز كثير متنوعة وكثير مختلفة وخطورتها كثير فاريز. اوكي، فممكن تتدرج من انها تكون ماينر للايف ثريتنينج. اوكي، ممكن تكون من خلل بسيط لانه الخلل ممكن يؤدي للوفاة. تمام، راح ناخذ عندنا احنا 3 امراض: الاثيروسكلروسيس والهارت اتاكس والستروكس. اوكي، طيب الاول نوع من انواع الهارت ديزيز اللي هو الاثيروسكلروسيس. الاثيروسكلروسيس ببساطة هو تراكم الفاتس في الدم عندك، تراكم الفاتس في الدم في الارتريز تحديدا، يعني تراكم الدم في الشرايين، هذا ايش اسمه؟ اثيروسكلروسيس. طبعا لما تتراكم تعمل لك زي يعني هيك بيكون شكلها، هيك مثلا شكل الارتري. تمام، اوكي، هيك بيكون شكل لما تتراكم وتسمى اثيروسكلروسيس، هيك تسمى هيك. تمام، وهاي المنطقة اللي جوا هذا الصفار كلها معبية فاتس، فشو صار بالبلد فلو اللي المفروض انه يمشي من هون؟ حيتأثر، اكيد حيتأثر ويضعف. تمام، تمام، ايش اسم هاي المنطقة؟ بليك، يعني المنطقة اللي متجمع فيها الفات اسمها بليك. اوكي، طيب مين المين تايب اوف فات اللي بيعمل لك اثيروسكلروسيس؟ اللي هو الكوليسترول، اللي هو الكوليسترول. تمام، طيب مشان نفهم الاثيروسكلروسيس اكثر لازم نفهم مفهوم، لازم نتطرق لمفاهيم معينة اللي هم ال دي ال والاتش دي ال، اللو دنسيتي لايبوبروتين والهاي دنسيتي لايبوبروتين. واحنا اخذنا اللايبوبروتين ترى فوق انه هو عبارة عن البروتين اللي بيحمل الليبيدز. تمام، ببساطة بدك تعرف انه اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هو ال دي ال بيحمل لي الكوليسترول للممبرين برودكشن، فايش وظيفته؟ يخزن لك الكوليسترول. تمام، طيب اما ال اتش دي ال شو وظيفته؟ سكافنج اكسس كوليسترول فور ريتيرن تو ذا ليفر، معناته وظيفته ينقل الكوليسترول للليفر مشان الليفر يحط. فوظيفة ال اتش دي ال يتخلص من الكوليسترول. في مين بتتوقع الكويس او السيء؟ مين اللي بتتوقع الكويس ومين اللي بتتوقع السيء؟ اكيد ال اتش دي ال هو الكويس وال دي ال هو السيء. ليش؟ لانه هذا بيتخلص لك من سبب الاثيروسكلروسيس وهذا بيبنيه. فلما ترتفع تركيز ال دي ال على ال اتش دي ال هذا إشي مش كويس. شو هذا معناته؟ لما يرتفع تركيز ال دي ال على ال اتش دي ال معناته هي واحدة من تنتين، يا اما تركيز ال دي ال زاد وهذا إشي مش كويس، أو تركيز الـ HDL قل وهذا برضه إشي مش كويس، لأنه هذا هو الإشي، لأنه الـ HDL ارتفاعه إشي كويس لكن انخفاضه إشي مش كويس. فارتفاع هاي النسبة شو ما كان السبب تبعها هو إشي مش كويس وبيعمل لك risk for heart disease. أوكي؟ طيب وبرضه عدا الـ LDL والـ HDL الـ inflammation له كثير دور في التحكم في الـ cardiovascular disease، يعني الـ inflammation بيعمل لك cardiovascular disease. فأنت إذا تحكمت في الـ LDL خفضته وتحكمت في ال اتش دي ال رفعته وخففت من الانفلاميشن، انت هيك بتقلل من احتماليه حدوث هارت ديزيزز. اوكي، لاحظ هون كيف بتكون البليك. لاحظ هذا
هذا هو عبارة عن blood vessel المفروض يكون كله بياض، يعني المفروض يكون الفيو كلياته فاضي، كلياته أبيض، لكن شو تكون فيه؟ أول إشي تكون فيه بليك، عارف شو هاي؟ هاي اللي باللون الشكل الهلال، هاي كلها دهون تراكمت جوا البلاد فيزل، فأعاق حركة البلاد فيزل. وشو برضه تراكم على البليك؟ ترمس، صار في كلوتينج على الفاتي نفسها. فكم ظل، فلما هيك كان البلاد فيزل بشكل الطبيعي، تمام؟ شوف هيك كان البلاد فيزل بشكل الطبيعي ويعبر منه الدم بشكل كامل، تمام؟ اجت البليك وسكرت جزء منه، فهاي المنطقة كلها راح تشطب، رجعت اجت ثرومبس وسكرت لك مثلا هاي المنطقة، فراحت كل هاي المنطقة شطب، فشو ظل الفراغ الوحيد فيها هون، فالدم مش راح يعبر الا من هون، تمام؟ هاي كانت عبارة عن الاثيروسكلروسس مال ثرومبس. شو هو الهارت اتاك او الام اي اللي هو الميوكارديال انفاركشن؟ شوف هسا القلب بيسقيه شرايين، أكيد القلب هو عبارة عن خلايا وبحاجة إنه دم يغذي. إيش اسم الشرايين اللي بتغذيه؟ كورونري أرتري، كورونري أرتري، طيب تمام. طيب إنه الكورونري أرتري تسكر بشكل جزئي، هذا إيش اسمه؟ أنجينا، تمام. يعني إنه الكورونري أرتري تسكر بشكل جزئي، إيش اسمها هاي؟ أنجينا. فبتعمل لك chest pain، يعني بتعمل لك وجع بالصدر. ايش نتيجته؟ partial blockage of coronary artery. بينما لما تسكر الكورونري artery بشكل كامل، تسكر شريان واحد او اكثر من شريان بس يشكله، يعني الشريان نفسه يسكر بشكل فل، هذا ايش بيعمل لي؟ heart attack، نوبة قلبية او myocardial infarction اللي هي اختصار للأمي، وهو جدا مهم، تمام. فيؤدي هذا لما يسكر المحتوى الدموي، فشو راح يؤدي؟ انه الدم مش قاعد بيوصل للقلب، فخلايا القلب بتموت، تمام؟ فشو بتعمل لك؟ أزمة قلبية وإلى آخره، تمام؟ طيب هذا هو الهارت أتاك وهذا هو الأنجينا. أما إيش هو الستروك؟ الستروك هو عبارة عن إنه خلايا السي إن إس، الخلايا العقلية تاعتك بتموت نتيجة إنه الدم مش واصلها، لنفس السبب إنه الشرايين اللي بتوصل للمخ سكرت فبطل يوصل دم لخلايا المخ فماتت، فعملت لك ستروك، عملت لك جلطة دماغية، تمام؟ عملت لك جلطة دماغية، تمام؟ ايزي، يعني المفاهيم سهلة. فبعض طرق الحل اللي مرات بيستعملوها مشان انهم يعالجوا خصوصا الاثيروسكلروسز، لاحظ هاي بليك، هاي بليك، صح؟ هاي هي عبارة عن تراكم للفات وعاملين لك بليك من فوق ومن تحت. فشو صار بالدايميتر تبع البلد فازل؟ قل. فلما قل الدايميتر فاحنا بحاجة نوسعه، فشو بيعملوا؟ بيستخدموا هذا الجهاز أو هاي الاستراتيجية، بتجيبوا ستنت شبكة جويها بالون، بفوتوا الشبكة هون زي ما أنت شايف، بعدين شو بيعملوا؟ بينفخوا البالون، تمام؟ بينفخوا البالون، بعدين شو بيعملوا؟ الستنت بتتثبت كونها هي مكونة من تقريبا زي الألمنيوم، فحجمها بيظل ثابت، بعدين شو بيعملوا؟ بيشيلوا البالون، فبيرد يوسع لك البلاد فيزل، يعني هي حلوة، تمام؟ ايش هي الريسك فاكتور والتريتمنت للكارديوفاسكولار سيستم؟ ايش هي الريسك فاكتور كبدايه؟ قلت لك اياها فوق. اول واحده شو هي؟ اول واحده شو هي؟ قلت لك شوف انا في عندي ثلاثه ريسك فاكتور، تمام؟ وفي عندي التريتمنت لكل واحده منهم. الثلاثه ريسك فاكتور قلت لك ثنتين منهم فوق، الاولى اللي هي الهاي ال دي ال اتش دي ال، انه تركيز ال دي ال يرتفع او تركيز ال اتش دي ال ينخفض، فبترتفع النسبه تاعيتهم، هذا شيء سيء وريسك فاكتور. ثاني ريسك فاكتور اللي هو الانفلاميشن، وثالث ريسك فاكتور اللي هو الهايبرتنشن، تمام؟ هذول هن الريسك فاكتورات تاعيتهم، او الهايبرتنشن اللي هو نفسه الهاي بلود بريشر. نروح لاول ريسك فاكتور اللي هو الهاي ال دي ال على الاتش دي ال، ارتفاع نسبته بتزيد لك من حدود نسبه الاخ الاخ الاخ. كيف بنقدر نتحكم فيه او نقلل منه؟ عن طريق الاكسرسايز، او نبتعد عن التدخين، او نبتعد عن الفودز اللي فيها ترانس فاتس. اخذت انتو في شابتر ليبلز انه انا عندي نوعين من الفاتس، الترانس والسيس. الترانس هي كثير اخطر من السيس، فانك تبعد عن الفاتس اللي فيها ترانس شيء بيساعد بانه يخفض لك هذا الاشياء، والباقي اشياء منطقيه، اكيد الاكسرسايز انك تبتعد عن التدخين شيء بيعالج، اوكي؟ وبرضه في عند الدراجز مثل الدراجز اللي فيهم ستاتينز، هذول أدوية للهايبرليبيديميا، وظيفتهم أن يقللوا لك من تركيز ال LDL.
كونه قللوا لك من تركيز ال LDL فبيحموك من هارت اتاك، فهمت؟ سو هاي اول ريسك فاكتور، وهاي المانجمنت تاعيته عن طريق هذول الاربع اشياء، تمام؟ طيب ثاني ريسك فاكتور اللي هو الانفلاميشن، وقلت لنا فوق انه له رول بالاثيروسكلروسيس وتكوين الثرومبس، اكيد. ليش؟ لانه تذكر الكاسكيد اللي حكيت لك عنها فوق، الكاسكيد اللي حكيت لك عنها فوق قلت لك انها بحاجه ايش؟ بحاجه عوامل مشان تبلشها، يعني عوامل مشان تخلي الكاسكيد تبلش. الانفلاميشن لسوء الحظ فيه نقاط مشتركه بينه وما بين هذا الكاسكيد، فمرات الانفلاميشن بيعمل لك كاسكيد على الرغم من انه مثلا مش بحاجه انا هذا الكاسكيد، تمام؟ كيف نقدر نتحكم بالانفلاميشن؟ عن طريق الانتي انفلاماتوري دراجز. مين اهم انتي انفلاماتوري دراج؟ كلنا بنعرف الاسبرين، وانتي بليتليت تحديدا او انتي انفلاماتوري دراج تحديدا، فكك من التفاصيل، بيقلل لك الانفلاميشن، بيقلل لك من الريسك للهارت اتاك والستروك، تمام؟ تمام. اخر ريسك فاكتور وهو في الكونسبت، في الكونسبت كامل، وهو الهايبر تنشن اللي هو الضغط، اللي هو ارتفاع الضغط. اذا ارتفاع الضغط بيعمل لك هارت اتاك اللي هي المايوكارد انفكشن، بيعمل لك ستروك، وبيعمل لك كثير هيلث بروبلمز. تقدر تتحكم فيه عن طريق الدراجز، الميديكيشن، عن طريق الاكسرسايز، وعن طريق انك تتحكم في نمطك الغذائي، تمام؟ هيك خلص اول كونسبت. انا راح اوقف الفيديو، إذا بدكم روحوا اشربوا مي وارجعوا ارتاحوا شوي، ارجعوا عشان نكمل باقي المحاضرة. هذا هو الكونسبت اللي راح ياخذ منه وقت، باقي الأشياء كثير تافهة، تمام؟ يعطيكم العافية. هسه راجعين. من الكونسبت 42.5، تمام؟ ال 42.5 راح نطلع شوي عن السي بي اس ونفوت في ال ار اس، تمام؟ راح نفوت في ال ار اس. مش مطلوب منكم كثير تفاصيل، فما راح انا اخذ في الشرح كثير، يعني ما راح اتعمق لكم في الشرح كثير، راح اوضح لكم كل نقطة شو معناها، اربط لكم الاشياء مع بعض، احاول احفظ لكم اياها وبس، تمام؟ طيب هسا ايش وظيفة الجاس اكستشينج بشكل اساسي؟ ايش وظيفة الريسبيراتوري سيستم بشكل كامل؟ انه جسمي ياخذ الاو2 وتوصل الخلايا ويتخلص من السي او2 ويطلع من الخلايا، تمام؟ طيب هذا هو بشكل اساسي. هسا قبل ما نفوت في الريسبيراتوري سيستم لازم ناخذ مفهوم اسمه البارشل بريشر. شو يعني هو البارشل بريشر لاي غاز؟ البارشل بريشر مفهومه هو عباره عن تركيز الغاز بالنسبه للتركيز الكلي للغازات او السوائل اللي موجود فيها. هذا معناه حكي انه لما بدنا نقيس البارشل بريشر مثلا للاكسجين، فمثلا بنقدر نقيس البارشل بريشر للاكسجين الموجود في الجو كونه كله غازات، او بنقدر نقيس البارشل بريشر للاكسجين الموجود في الدم مع انه الدم سائل، لكن برضه يمكن قياس البارشل بريشر للاكسجين في الدم. يعني بنقدر نقيس بارشل بريشر لغاز في سائل، بنقدر نعملها، تمام؟ يعني الفكره بدي اوصل لكم اياها انه نقدر نحسبها، تمام؟ طيب فايش هو البارشل بريشر؟ البارشل بريشر هو عباره عن البريشر اكسيرتد باي ا بارتيكولار غاز ان ا ميكستشر اوف غازز اور ليكويدز اور ليكويدز، تمام؟ فهو عباره عن الضغط اللي بيعمله الغاز بالنسبه لكل الغازات الموجوده في هذا المكان، او لكل الاشياء اللي دائبه في السائل الموجوده في هذا المكان، تمام؟ تمام. فمشان ينتقل غاز من مكان لمكان لازم يكون البارشل بريشر في المكان اللي رايح عليه اقل من البارشل بريشر من المكان الجاي منه، مشان ينتقل عن طريق شو؟ عن طريق الديفيوجن. الديفيوجن ينتقل من المكان اللي فيه البارشل بريشر اعلى تركيز للمكان اللي البارشل بريشر فيه اقل تركيز، منطقي، تمام؟ طيب فخلينا نقيس او نعمل مقارنة ما بين الهواء والماء. اذا بدنا نحسب مثلا الاو2 بارشل بريشر لهم، إذا بدنا نحسب الضغط الجزئي لغاز الأكسجين في الهواء اللي هو على السي ليفل طلعت 160، بينما لما نقيس الضغط الجزئي الموجود في الأكسجين في الماء طلعت برضه 160، فلاحظ كم طلعت النسبة ما بيناتهم واحد لواحد. كيف طلع هذا الإشي هون؟ طبعا أنا مشان أرجع أوضح لكم هذا الجدول، الجدول هذا بيقارن لك ما بين تركيز الضغط الجزئي لغاز الأكسجين هون والضغط الجزئي لغاز الأكسجين هون. لما قاسوها لاحظوا أن الضغط الجزئي للأكسجين في الهواء نفسه في الماء، تمام؟ في الهواء تحديدا على السي ليفل، وفي الماء على حرارة 20 سلسيوس. كيف؟ مع أنه اختلفت المواد المحيطة فيه، تمام؟ كيف؟ لأنه
راحوا بلشوا يحللوا بالعوامل التحليل، فراحوا شو لقوا؟ لقوا إنه مين تركيز الأوتو حيكون أعلى، في الهواء ولا في الماء؟ أكيد في الهواء. فلما قاسوا تركيز الأكسجين في الهواء شو طلع؟ 210 ل 7. يعني طلع تركيز الأكسجين في الهواء أكثر بكثير من الماء، طلعت النسبة ل 30 ل 1. تمام؟ فلعاد كيف طلع البارشل بريشر للأكسجين في الهواء نفسه في الماء، مع إنه تركيزه في الهواء أكثر بكثير من الماء؟ راحوا حللوا باقي العوامل، راحوا قاسوا الدنسيتي وقاسوا الفيسكوسيتي. بالملخص طلعت الدنسيتي والفيسكوسيتي أكثر بكثير في الماء عن الهواء. فشو الاستنتاج تبعها؟ أنت لاحظ إنه مثلا الهواء فاز بإنه تركيز الأكسجين فيه أعلى، ولكن الماء فاز بإنه لزوجة وكثافة الأكسجين فيه كانت أعلى. فلاحظ اتعادلت الكثافة واللزوجة مع التركيز، وشو أعطوني؟ the same partial pressure. فنسبة 1 ل 1 partial pressure كانت نتيجة تعادل كفة الكونسنتريشن اللي فاز فيها هواء مع كفة الدنسيتي والفسكاسيتي اللي فاز فيها ماء. تمام؟ تمام، فهمتوا قصة البارشل بريشر؟ جميل. طيب، رح نروح على مفهوم الريسبيراتوري ميديا. بقول لك انه الانيمالز كان يوز اير اور ووتر از ذا اوتو سورس اور ريسبيراتوري ميديوم. ايش هو الريسبيراتوري ميديوم؟ اللي هو المكان الموجود فيه الغازات اللي انت بدك اياها. احنا قلنا ممكن يكون مثلا بالنسبه للاكسجين لكون احنا بنحتاجه، ممكن يكون هواء ممكن يكون ماء، يعني الاكسجين موجود هون وهون. حتقول لي حضيف احنا كيف نتنفس في الماء؟ حقول لك يا حبيبي كيفك انت؟ احنا هون بنحكي عن عن الانيمالز بشكل عام. احنا كجزء من كعشيره من عشائر الانيمالز بنستخدم الهواء كريسبيراتوري ميديوم لإلنا، ولكن مثلا الاسماك او الكائنات البحريه بتستخدم الماء كريسبيراتوري ميديوم لإلهم. فمشان هيك بدنا اخذناها هون وهون. تمام؟ In a given volume, there is less O2 available in water than air. وهذا الشيء حكيناه فوق، انه وين تركيز الO2 اعلى، في الووتر ولا في الاير؟ اكيد في الاير، لكن الفيسكوسيتي اعلى في الووتر. اوكي، تمام. فطبيعي وبشكل طبيعي انه اي اصعب انك تستخلص O2 من الهواء ولا من الماء؟ اكيد من الماء اصعب حتكون العمليه. تمام. طيب، رح ناخذ عن الريسبيراتوري سيرفيسز اللي هي السطوح اللي السطح اللي بيستعمله الانيمالز، مشان السطوح اللي بتستعملها الانيمالز مشان انها تسحب الهواء او تطلع الهواء منها. تمام. طيب، animals require large moist respiratory surface for exchange of gases between their cells and respiratory medium either air or water. يعني بقول لك احد شروط الريسبيراتوري سيرفيس هذا، احد شروطه انه يكون كبير. ليش؟ مشان تزيد مساحه السطح. ومويست هذا شيء متعلق بالناحيه الكيميائيه، انه مشان يقدر يسحب ماء حتى لو من هواء، لازم تكون في طبقه فيسكس رقيقه على السطح تبعها مشان انه يسمح له في الديفيوجن. يعني هاي من خواص الفيزيوكيميائيه، شيء زي هيك. تمام. طيب، الغاز اكسشينج اكروس respiratory surfaces take place by diffusion. قلنا قصه الديفيوجن. هلا الريسبيراتوري سيرفيس بيختلف من حيوان لحيوان، ممكن يكون عن طريق السكن. بعض الحيوانات تتنفس من السكن تبعها، بعضها تتنفس من الجلز تبعها اللي هي الخياشيم تاعت السمك. جلز هي الخياشيم تاعت السمك. بعضها تتنفس من التريكيا، يعني بعضها تتنفس من التريكيا، يعني من ايش اسمها بالعربي؟ بعرف شو اسمها. بعضها تتنفس من التريكيا اللي هاي الموجودة عندنا هون، وبعضها اللي هو احنا نتنفس من اللنجز. تمام؟ يعني هذول هم الريسبيراتوري سيرفيسز المختلفة للانيمالز. عرفنا ايش مفهوم الريسبيراتوري سيرفيسز، عرفنا ايش الخواص اللي لازم تمتلكها مشان تقدر انها تاخذ هواء اللي هو اللارج والمويستر، وعرفنا انواعها. ممكن تكون من السكن، بعض حيوانات هيك، بعض حيوانات من الجيلز، بعض حيوانات من التريكيا، وبعض حيوانات من اللنجز. راح ناخذ هسه ثنتين، راح ناخذ الجيلز واللنجز. يعني راح ناخذ كيف تتنفس الاسماك، كيف احنا بنتنفس. تمام. طيب، فالجيلز ان اكواتيك انيمالز، يعني بقول لك عن الخياشيم في الحيوانات المائيه كيف بتكون. تمام. هسه تبدا بشكل بسيط، ما بتوقع تيجي عليه كثير اسئله هون لانه مش كثير بركزوا عليها لانه مش جزء من دراستنا، يعني انا ما مش مهتمين فيها كثير. لكن بشكل اساسي كيف بتبلش العمليه في
في الاكواتيك انيمالز عمليه التنفس كيف بتبلش؟ بتبلش بانه تيجي بتبلش بتبلش عمليه الفنتيليشن، انه السمكه بدها تاخذ هواء بتنوي انها بتاخذ هواء. فشو بتعمل اول خطوه؟ بتكشف الريسبيراتوري سيرفيس للمي. سو اول خطوه انها بتكشف الريسبيراتوري سيرفيس للمي، المي الذي يعتبر ريسبيراتوري ميديوم. فهي كشفت الريسبيراتوري سيرفيس للريسبيراتوري ميديوم، تمام؟ كشفت الريسبيراتوري سيرفيس للريسبيراتوري ميديوم. طبعا ايش هي الجلز قبل ما نروح على التفاصيل؟ هي اوت فولدنجز اوف ذا بادي كريت لارج سيرفيس اريا فور جاس اكسشينج، مش مهم كثير تعريفها، لكن بغض النظر. تمام. هسا بالاكويتيك انيمالز يا اما المي بتتحرك، يا اما هسا في الاكويتيك انيمالز مشان تتنفس لازم يكون في حركة. شو يعني؟ يعني لازم يا اما المي تتحرك والسمكة مش بنفس سرعة التحرك او واقفة، او اذا هالمي راكدة لازم السمكة تتحرك. يعني بمعنى ثاني، ما بتقدر السمكة تتحرك، ما بتقدر السمكة تتنفس إذا ما فيش تحرك للماء حواليها، أو إنها هي بتتحرك جوا المي ما بتقدر تتنفس. ليش؟ لأنه مشان يفوت الأكسجين لازم شو يكون؟ بس بدك تعتبر إنه هذا هو المي، تمام؟ وهاي هي السمكة، تمام؟ هاي هي السمكة اللي بدي أرسم حدودها باللون الأزرق، أو بدي أرسم البلود فيزل تاعتها باللون الأزرق. هاي هي البلود فيزل، تمام؟ هاي هي البلود فيزل، هاي البلود فيزل تاعت السمكة، تمام؟ يعني لاحظ انه السمكة ما بتستعمل لنج، يعني ما فيها رئة، تمام؟ طيب فشو اللي بصير؟ مشان تحدث عملية التنفس لازم الدم تبعها يمشي عكس اتجاه الووتر. يعني مثلا اذا الدم قاعد بيمشي بهذا الاتجاه مشان يحدث فنتيليشن ويصير تبادل الغازات، لازم الووتر اللي حواليها كيف يمشي بهذا الاتجاه. مشان هيك شو أحد شروط الفنتيليشن الرئيسية؟ أحد شروط الفنتيليشن الرئيسية في السمكة إنه يكون في حركة للمياه حواليها، فيا إما هي تتحرك جوا المي هذا بيعمل حركة، أو المي تتحرك حواليها، تمام؟ مشان إنه يعطيني هذا المفهوم. فقلنا بشو بتبدأ العملية؟ تبدأ العملية بإنه تنرفع الجلز، تنفتح الخياشيم. لما تنفتح الخياشيم شو بيكون موجود جوا هاي الخياشيم؟ بلاد فيزل تتحرك مثلا باتجاه هيك، تتحرك هيك، فالسمكة ماشية برضه هيك، فالمي قاعدة بتقابلها بهذا الاتجاه، فالمي فالدورة الدموية للسمكة ماشية هيك والمي ماشية هيك، فحققت الشروط، فصار في عندي تبادل للغازات، تمام؟ كيف بينتقل الأوتو كيف ينتقل الـO2 من الميديوم اللي هو الماء للدورة الدموية تاعت السمكة؟ قلت لك عن طريق الديفيوجن. البارشل بريشر للأكسجين أو تركيز الأكسجين أو البارشل بريشر للأكسجين في الماء بيكون أعلى من البارشل بريشر للأكسجين جوا السمكة، فبينتقل عن طريق الديفيوجن، تمام؟ فهمت؟ هاي شرحناها. والكاونتر كرت اكسشينج قلت لك إنه لازم البلد فلو يكون عكس اتجاه الووتر باسنج أوفر ذا جيلز. وكون البلد دائما بيكون اقل ساتوريتد من الووتر، فدائما راح يكون اتجاه الانتقال من الووتر باتجاه البلد. More than 80% of the O2 dissolved in the water is removed as water passes over the respiratory surface. تمام؟ يعني بقول لك 80%، طبعا هاي العمليه كثير افيشنت لدرجه انه هاي العمليه تاخذ 80% من الغازات الموجوده في الووتر بتوديها باتجاه الدم، مش كثير مهم المعلومه. تمام؟ فلاحظ هاي الخياشيم تاعت السمكه، مش مهم كثير الاناتومي تبعها. لما تفتح شو بتعمل؟ بيكون في عند بلاد فيزل، هاي هي البلاد فيزل اللي انت شايفها هون. لاحظ ايش اتجاه تحرك البلاد فيزل، لوين قاعد تتحرك البلاد فيزل، لوين قاعد تتحرك؟ وين قاعد تتحرك البلاد فيزل؟ لهون. بينما الووتر كيف قاعد بيقطع خياشيم السمكة بهذا الاتجاه، يعني بيقطع بين الخياشيم بهذا الاتجاه. فلاحظ هاي بتتحرك لهون وهي بتتحرك لهون، فبيصير الاكسشينج، تمام؟ تمام. باقي الأشياء منطقية ومش مطلوبة، يعني ما إذا انشرحت لكم أكثر من تفاصيل هيك حرام صراحة، بس إنه هذا هو المحتوى العام لإلها. أكيد إنه كون الدم اللي جاي من هون، لاحظ أكيد الدم اللي جاي من هون بده يكون بور إن أكسجين،
بعبر بعبر بعبر، بصير يتملى بالأكسجين، من الأكسجين اللي قاعد بياخذه من الووتر، وبصير محمل بالأكسجين وبيطلع، يعني إشي تافه صراحة. تمام، خلصنا قصة الجلز في السمك، هسه رح ناخذ اللنجز اللي هو الإشي اللي إحنا مهتمين فيه من اللنجز. تمام، ما هي اللنجز؟ اللنجز هي انفولدنج اوف ذا بودي سيرفيس. تمام، السيركيوليتري سيستم سواء كان اوبن او كلوزد ترانسبورت جازز بتوين ذا لانجز اند ذا ريست اوف ذا بودي. يعني ايش وظيفه السي في اس في الار اس؟ وظيفه السي في اس انه ينقل لك الاكسجين من انه يعمل لك تبادل الغازات ما بين اللنجز وما بين خلايا الجسم. فمثلا في الانسان وظيفه السي في اس او الدم اللي كنا نحكي عنه فوق، ينقل لك الاكسجين من الرئتين لخلايا الجسم، ينقل لك السي او 2 من خلايا الجسم للرئتين. تمام، the size and complexity of the lung correlate with an animal's metabolic rate. يعني بقول لك تكوين اللنجز مش متشابه في كل الحيوانات اللي عندها لنجز. تمام، تتراوح في الكومبلكسيتي بتاعتها. شو اللي بزيد الكومبلكسيتي بتاعتها؟ كل ما زاد احتياج الكائن الحي للرئة بتزيد الكومبلكسيتي والتكوين تبعها. تمام، تمام. هسه رح ناخذ انه كيف شكلها، وانتم كلكم بتعرفوها، رح نمر عليهم بشكل سريع. طبعا رح نذكرهم هون بشكل سريع، نرجع نعيدهم على الصور، فاتس اوكي اذا ما فهمتوهم كثير من المكتوب هون، بس هو المفروض تنشرح الصور قبل. تمام، اول شيء branching duct system of branching duct conveys air to the lung. يعني انا في عندي سيستم كامل بينقل لك الهواء من ثمك للرئتين، للرئتين الموجوده في صدرك. تبدأ العملية بأنك أنت بتاخذ الهواء عن طريق الخياشيم الأنفية تاعتك، تاخذها عن طريق الخياشيم، ركز معي، تاخذها عن طريق الخياشيم، خياشيم بتدفيها بتعملها وبتفلترها وبتدفيها وبتعملها هيوميديفيكيشن، يعني بتضيف عليها جزيئات H2O مشان تهدى، وسامبلد فور أودرز، وبتصير تفحصها إذا فيها ريحة معينة لازم تشمها أو لا. تمام، بعد ما تخلص من مرحلة الخياشيم البنأنف لوين بتروح؟ للفارنكس. بتروح للفارنكس، الفارنكس هي عبارة عن زي ما تقول بوابة، بوابة بتوديك لطريقين، يا إما بدها في الطريق الأولى هي باتجاه اللنج، بتودي الأشياء لللارنكس وبعدين لباقي الريسبيراتوري سيستم، والطريق الثانية هي للأسوفيجس اللي هو البلعوم، بتروح باتجاه الجي آي. أنا كهواء مين مهتم؟ مهتم بإنه هذا الطريق يكون فاتح، مش هذا، أوكي؟ فالفارنكس دايركت اير تو ذا لانج والفوت تو ذا ستومك. فاذا الفارنكس فيها هواء وين بتوديه؟ باتجاه الطريق الاولى. اذا فيها فود لوين بتوديه؟ باتجاه الطريق الثاني او الستومك. تمام، هسه السولوينج احنا بحاجته اثناء عمليه بلع الفود ولا اثناء عمليه التنفس؟ اكيد اثناء عمليه بلع الفود، مشان نضمن. هسه هاي هي الفارنكس، تمام، هاي هي الفارنكس ولها طريقين. الطريق الأولى اللي هي اللارينكس، ومن اللارينكس للتراكيا وإلخ إلخ إلخ، والطريق الثاني اللي هي باتجاه المعدة. تمام، هاي هي الفارينكس وهاي هي اللارينكس وهاي هي الأسوفيجس، الأسوفيجس باتجاه المعدة وإلخ إلخ. تمام، طيب هسا أثناء عملية البلع، عملية البلع يعني أنا في عندي ووتر، في عندي مادة صلبة مش هواء، يا إما ووتر أو أكل، تمام، موجودة في الفارينكس. فشو اللي بصير؟ لازم الطريق هاي يتسكر لانه ما بينفع الاكل يفوت هون لانه احنا حنختنق. تمام، فشو اللي بصير؟ اثناء عمليه الفلع اللارنكس بترفع، يعني اللارنكس موجوده هون، تمام، اللارنكس بترفع، طبعا الاكل وين موجود؟ هون. اللارنكس بترفع والابيجلوتس بتسكر على الجلوتس، حتاخذوها بعدين، لا انسوا التفاصيل ما بتفهموا حاليا الفكره. تمام، والجلوتس بتسكر، والإبيجلوتات بتسكر على الجلوتس، فاللارينكس رفعت وسكرت البوابة تاعيتها، فشو ظلت الطريق الوحيد الفاتحة؟ الأسوفيجس. فبينتقل الأكل عن بالابتلاع، بيعبر عن طريق الأسوفيجس، وبيمنع إنه يفوت اللارينكس والتريكيا، ممنوع يفوت الأكل هاي المناطق. فهمت؟ طيب هسا لنفرض إنه في عندي هواء، مش راح يصير عندي عملية بلع، فراح تظل هاي المناطق فاتحة، فراح يعبر الهواء لهون. تمام، ينتقل الهواء أولا عن طريق اللارينكس، بعد اللارينكس بينتقل عن طريق التريكيا، التريكيا بعدين بتوصله لمكونات البرونكيولز، البرونكاي، بعدين البرونكيولز، بعدين البرونكيولز بتوصله للألفولاي، والألفولاي هي مناطق تبادل الغازات في الإنسان. تمام، يعني لاحظ لما قلنا لك فوق في ناس وين بتتبادل الغازات، في حيوانات مش ناس، عفوا، في حيوانات وين بتتبادل الغازات، وين راحت؟
تبادلها بالتريكيا، تبادلها فوق. احنا لا، احنا كل اللي ذكرت لك اياه هسه هي بس عبارة عن انابيب بتوصل لك الهواء للالفيولاي. منطقة الالفيولاي اللي هي الموجودة في اللنج هي فقط اللي بيصير فيها عملية تبادل الغازات، تمام؟ اي مرحلة قبلها هي بس كوندكتنج زون، يعني بس بتنقل، كوندكت يعني بتنقل، تمام؟ تمام. طبعا الاكسهيل اير باسز اوفر ذا فوكال كورد باللارينكس تو كرييت ساوندز، واحنا بنعرف انه كيف تتكون الساوندز، انه في عندي احبال صوتيه موجوده في منطقه اللارينكس، هسه راح نشوفها بالصور تحت، تعمل لي هي الاصوات لما يعبر الهواء من خلالها، تمام. برضه في عندي بالكوندكتنج زونز في البرونكاي وفي في الاير دكت بشكل عام، فيها سيليا وميوكاس. ايش وظيفتهم؟ وظيفتهم انهم هسا الهواء مرات بكون فيه جزيئات دائبة، بكون مثلا فيه دخنة، فيه غبرة، فيه بكتيريا، فيه إلخ إلخ إلخ. وظيفة السيليا والميوكس شو هي؟ الميوكس اللي هو المخاط، والسيليا اللي هي الأهداب الصغيرة. وظيفة الميوكس يذوب هاي المواد الموجودة بالهواء ويخليها تلزق فيه، والسيليا شو وظيفتها؟ تطلع الميوكس اللي ملزقة فيه هاي المواد تطلعه لبرا على شكل بلغم، أوكي؟ طيب. فدائما المدخنين عندهم السيليا هايبرتروفي. أو انسى المعلومة اللي قلت لك هسه. طبعا عملية انه السيليا ترفع الميوكس لفوق ايش اسمها؟ ميوكس اسكليتر، ميوكس اسكليتر، تمام؟ هاي العملية اسمها ميوكس اسكليتر. شو وظيفتها؟ زي ما قلت لك كلين ذا ريسبيرتوري سيستم والوز بارتيكل تو بي سولود انتو ذا اسفيجس. يعني هي مرات تعبر بعض البارتيكلز للتريكيا، مش المفروض تصل للتريكيا، المفروض تروح لوين؟ المفروض تروح لوين؟ للاسوفيجاس. بعضها يعني شفت عمليه السولوينج اللي قلت لك انها بتمنع انه الاكل يفوت لهون، بعضها بنجح انه يعبر. فايش الحل؟ عن طريق الميوكوس اسكليتر. طب الجاز اكستشنج وين بيصير؟ عمليه تبادل الغازات وين بتصير؟ بالالفيولاي. يعني كل اللي كنا نحكي عنه فوق هي بس عباره عن مناطق وظيفتها تنقل الهواء للالفيولاي او تنقل الهواء وتدفي. لكن الالفيولاي شو وظيفته؟ هو تبادل الغازات، يطلع O2 للدم او ياخذ من الدم CO2، تمام؟ Oxygen diffused through moist film of the epithelium and into capillaries. هيك بيكون سطح الالفيولاي. الالفيولاي هي عباره عن دائره كره صغيره، السطح تبعها عليها سائل، تمام؟ وهذا الشيء قلت لك اياه فوق، انه لازم السرفيس الريسبيراتوري سيرفيس لازم يكون عليه مويستر. تتذكر لما قلت لك اياه فوق لازم يكون لارج ولازم يكون مويستر، هيك بيكون مويستر بالانسان، انه الطبقه السطح تبعه بيكون عليه سائل. وهون شو في بلود فيزل، تمام؟ فالدم بيعبر من هون وفي عندي هواء هون، الاوتو بينتقل من الالفيولاي باتجاه هون، والهاي بينتقل من هون طريق هون. طبعا في بيناتهم طبقات من الابيثيليوم لازم الهواء يعبر من خلالها، يعني الالفيولاي هو مكون من من ابيثيليوم لاير، اوكي؟ هو مكون من ابيثيليوم، والبلود فيزل برضه مكون من طبقات بغض النظر عن الترتيب لازم يعبر من خلالها، تمام؟ كربون دايكسيد بيعبر من الكابلري للابيثيليوم وانتو ذا اير سبيس، اوكي؟ يعني الكربون دايكسيد اتجاه نقله هيك، والاكسجين اتجاه نقله هيك، تمام؟ فزي ما انت ملاحظ هاي هي، ناخذهم واحده واحده. لاحظ اول شيء بفوت الهواء للنزل كافيتي، ايش وظيفه النزل كافيتي؟ هيوميديفيكيشن، وورمينج، او يشوف اذا الها ريحه. بعد النزل كافيتي وين بتروح؟ للفارينكس. الفارينكس اذا اللي فايت فيها هواء وين المنطقه الجايه تروح عليها؟ اللارينكس، تمام؟ اللارينكس. بعد اللارينكس بتروح للتريكيا زي ما انت شايف هاي التريكيا. بعد التريكيا بدها تروح لوين؟ للبرونكاي. في عندي رايت برونكاس وفي عندي ليفت برونكاس. الرايت برونكاس بيفوت الرايت لانج، والليفت برونكاس بيفوت الليفت لانج. الرايت برونكاس برضه بيتفرع وبينطيك برونكيولز، يعني برونكس بس صغيره، برونكيولز برونكيولز برونكيولز، والليفت برضه بينطيك برونكيولز صغيره. وبالاخر بالاخر شو كل نهايه برونكيول شو فيها؟ الفيلاي. فالالفيلاي موجوده بعد البرونكيول. فالترتيب كالاتي: نزل كافيتي، فارينكس، لارينكس، بعدين برونكاي، بعدين برونكيول، بعدين الفيلاي، تمام؟ اذا بدنا نكبر طبعا، وليش حاط لك الاسوفيجس هون؟ بقول لك هاي اللي هي الطريقه الثانيه لابتلاع الاكل لكن مش للهواء. طيب هون مكبرين لك صوره الالفيولاي، يعني هون ماخذ هاي ذا سكشن مكبرين لك اياها للالفيولاي. بقول لك هذا شكل الالفيولاي، كرات صغيره محيطه بابيثيليوم، هيك شكلها من الداخل. وايش هذا النهدل عليها؟ البلاد فيزل، الدم بيعبر وبتتبادل المواد عن طريقها، تمام؟ طيب
الماميا الريسبيراتوري سيستم حسب بدك تعرف برضه انه الالفيولاي ما فيها لا سيليا ولا ميوكس، ما فيها سيليا وميوكس زي المناطق اللي فوقها، فهي معرضة انه يصير لها كونتامينيشن، يعني معرضة انه يصير في امراض بالرئة بسبب هذه الاشياء. طبعا طبعا اذا جهازك شغال بشكل صح ما بصير كونتامينيشن، ليش؟ لأن المناطق اللي فوقها مسؤولة انه تمنع المواد السيئة توصل للالفيولاي، فلما يكون في عندي خلل فوق اكيد حيصير في عندي خلل تحت. ها طيب، في عند secretion called surfactant called the surface of the alveoli، يعني شفت سطح الالفيولاي هذا قلت لك عليه طبقة مويستر، وبرضه في عليه طبقة من مواد معينة اسمها surfactant. ايش وظيفة السيرفاكتنت؟ طيب شوف هسا كيف بدي اوضح لك اياها. عملية التنفس عملية معقدة شوي، مش معقدة بس انها معقدة لمرحلتكم حاليا. بس الالفيولاي مشان تكون نافخة لازم يكون في حواليها نيجاتيف بريشر، تمام؟ يعني ليش؟ لأن الالفيولاي بالنهاية هي عبارة عن كرة، هي عبارة عن كرة زي ما تقول، بديك تتخيل إنه هذا بالون، تمام؟ هذا بالون، أنا بإيدي بالون وهي نشد عليه والبالون فاش، أوكي؟ هسا الالفيولاي هو عبارة عن بالون بس معبى هواء. كيف معبى هواء؟ عن طريق إنه في حواليه نيجاتيف بريشر. شو يعني نيجاتيف بريشر؟ يعني إنه الضغط اللي حواليه اقل من الضغط اللي جواه، فزي كانه شو، انا بقلل الضغط حوالي البالون، فالبالون شو راح يصير فيه؟ ينفخ، فبصير فيه هواء. فهمت؟ اذا ما فهمتها اتس اوكي، لانه حاسها مرحله متقدمه عليكم، لكن بدك تفهم قصه النيجاتيف بريشر اللي حوالي الالفيولاي هو اللي بيعمل لي هو اللي بيخلي الالفيولاي منفوخه وفيها هواء دائما، تمام؟ لانه دائما في نيجاتيف بريشر حوالي الالفيولاي. مين اللي بزيد النيجاتيف بريشر؟ عملية التنفس. كيف؟ يعني راح اشرحها، واللي فهمها فهمها واللي ما فهمها اتس اوكي، مش مطلوبة منكم. انت بتتنفس، لما تتنفس شو بيصير بصدرك؟ هاي حلوة. لما تتنفس شو بيصير بصدرك؟ بيكبر. لما يكبر الفوليوم شو بيصير بالبريشر؟ علاقة عكسية، بيقل البريشر، فبيقل البريشر جوا صدرك، تمام؟ هسا المنطقة جوا صدرك هي منطقة محيطة بالالفيولاي، فلما يقل الضغط فيها بيزيد النيجاتيف بريشر، فبتزيد حجم الالفيولاي. فهمت؟ اتس اوكي اذا ما فهمتها، مش مطلوبه منكم، اوكي؟ بس بغض النظر، هسا ايش دخلها بالسيرفاكتنت؟ انك تعرف انه الالفيولاي عليه قوه ضغط للداخل كبيره، عليه قوه معينه بتضغطه للداخل. فايش اسم القوه اللي بتمانع القوه اللي بتضغطه للداخل لانه لازم دائما يظل مفرود؟ ايش اسمها؟ السيرفاكتنت، تمام؟ فاي حدا عنده خلل بالسيرفاكتنت غالبا الالفيولاي تاعته بتكون مسكره، تمام؟ هسا الالفيولاي سواء انت في وضع الشهيق او الزفير لازم تكون فاتحه، فمين اللي دائما بيخليها فاتحه؟ قلت لك اشياء، النيجاتيف بريشر والسيرفاكتنت. النيجاتيف بريشر هو اللي بيخليها فاتحه، لكن برضه في عليها قوه بتدفشها لجوا، فمين اللي بيقاوم هاي القوى؟ السيرفاكتنت. طيب، ففي بعض الاطفال اللي بيكون عندهم ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي هي الاكيوت ريسبيراتوري سيندروم، شو هذول اللي بيكون عندهم؟ بيكونوا مولودين ولكن السيرفاكتنت عندهم كثير قليل او صفر، فهذول ما راح يقدروا يتنفسوا بشكل طبيعي لانه ما في قوه تمانع قوه البوشنج على الالفيولاي، فراح ينولدوا بالفيولاي خربان. فشو الحل تاعتهم؟ تنطيهم سيرفاكتنت ارتفيشال، يعني تنطيهم سيرفاكتنت مصنع، تمام؟ هيك خلص الكونسبت الثاني، سهل. بيظهر علينا تو كونسبتس برضه سهلات، برضه زي ما قلنا نحترم اللي اتفقت معاكم عليه، تقدر ترتاحوا شوي، ترجع للريكورد، تمام؟ يعطيكم العافية. طيب نكمل في الكونسبت الثالث من اللي احنا، او السادس ككل، لكن الثالث إلي، تمام؟ هسا راح نحكي عن البريثنج as a ventilator for the lung. يعني شو معنى كلمة breathing into the lung؟ معناته إنه عملية التنفس اللي هي الشهيق والزفير هي عملية بتغذي الرئة بالهواء. ventilates معناته إنها بتخليها مليانة هواء، تمام؟ تمام. في هسا راح نحكي إحنا عن ال breathing في ثلاث أصناف من ال animals. راح نحكي عن ال frogs، راح نحكي عنها جملة واحدة، راح نحكي عن ال birds كم معلومة بس مش راح نشرحها كثير، اولا انه مش متخصص عصافير، وثانيا مش راح يجيكم عليها اسئله، وثالثا مش مهم كثير، راح نشرح المطلوب منكم. اما ثالث شيء راح نشرح عن البريثنج على اللي بهمنا اللي هو عن جسم الانسان، تمام؟ راح نبلش في الفروج. الفروج هو ضمن عائله اسمها الانفيبيا، بيقول it ventilates its lung by a positive pressure breathing which forces air down the trachea. شو معناته؟ لنعتبر انه هذا الفروج، انا بدي ارسم الفروج، تمام؟ لكن نعتبر انه هذا هي اللنج تاعيته تحت والتريكة تاعيته فوق،
كيف بفوت الهواء من فوق من هون لهون؟ كيف بفوت؟ شوفوا، الهواء مشان ينتقل من مكان لمكان هو بيستخدم طريقتين، يا إما بيندفش من فوق أو بينسحب من تحت، تمام؟ فيا إما بيتعرض من فوق لبوزيتيف بريشر، فالبوزيتيف بريشر بيدفع الهواء لتحت، أو إنه من تحت تتعرض هاي المنطقة لنيجاتيف بريشر، فهاي المنطقة بتصير ضغطها أقل من فوق، فبينزل الهواء لحاله لتحت، فهمت؟ هسا الفرق أي استراتيجية بيستعمل الاستراتيجية هاي، إنه بيعرض التريكيا تاعيته لبوزيتيف بريشر، فبينتقل الهواء من التريكيا للا، تمام؟ بينما مشان أغشش لك إياها حكيناها فوق، الإنسان بيستخدم العكس. الإنسان شو بيستعمل؟ بيستعمل إنه بيعمل هاي المنطقة نيجاتيف بريشر مشان ينزل لها الهواء نزول. أوكي؟ طيب أوكي، هذا كل المعلومات بدك ترفع عن الفرنك، إنه بس بيستعمل البوزيتيف بريشر بريدنج، جدا مهم. هسا بالنسبة للبيرد شوف، شوي تنفس البيرد معقد، حتى معقد كثير مش شوي، تمام؟ هسا البيرد ما بيستعمل، هسا في الدورة الواحدة أو في تنفسه ما بيستعمل انهاليشن انهاليشن واكسبيريشن واحد، بيستعمل اثنين، يعني بيعمل انهاليشن اكسبيريشن، بعدين انهاليشن اكسبيريشن للدورة الواحدة، تمام؟ فشو بيعمل؟ لاحظ، أول إشي بفوت لك هواء مليان بالأكسجين، بفوته للباستيريور اير ساك، تمام؟ بعدين الباستيريور اير ساك بياخذ الأكسجين اللي فيه وبيطلع الهواء اللي ما فيه أكسجين لللنج، تمام؟ اللنج بترجع تعبي لك إياه، بترجع تعبي لك الهواء بأكسجين بطريقة معينة، مش راح نخوض تفاصيلها. بيرجع الهواء يروح لانتيريور اير ساك، الانتيريور ساك بيرجع بياخذ الاكسجين اللي اجا، شو بيعمل؟ بيطلعه لبرا. فلاحظ في عندي هون انهاليشن، فيرست انهاليشن، فيرست اكسهاليشن، بعدين سكند انهاليشن، بعدين سكند اكسهاليشن، مش مهم تفهمهم، وانسى قصه الاكسجينيت مش اكسجينيت، مش مهمه بالمره، انا بقول لك مش مهم، افهم انه هم عباره عن دورتين. فيرست انهاليشن اخذ هواء اول مره، بفوتو بوصل الباستيريال اير ساك، بعدين بيطلعه بيوديه لوين؟ لللنج. اللنج بتروح تاخذ السكند انهاليشن، والانتيريال اير ساك هو اللي بيعمل لك ذي سكند اكسهاليشن. اوكي، مش مهم تفهم يعني كثير، لكن بس بدنا نفهم الاشياء. بدنا نفهم برضه انه زي ما انت شايف العصفور شو فيه اير ساكس. ايش هم الاير ساكس؟ زي ما تقول هم عباره عن كرات هواء، وظيفتهم تاخذ الهواء اللي بيستقبله العصفور. زي ما انت ملاحظ في عندي، هم عددهم 8 إلى 9 متقسمات، واحد جزء بوستيريور وجزء انتيريور، هذا اللي مطلوب منك تعرفه يعني. ايوه، البيردز هاف 8 اور 9 ساكس، الفانكشن تبعها كيب اير فلوينج ثرو ذا لانج. يعني ايش وظيفه الاير ساكس؟ انه دائما يكون في هواء يمشي باللنج، لانه اذا وقف الهواء ولو جزء من الثاني يكون باللنج، او انه وقف الاير فلو باللنج، وقتها العصفور ما راح يقدر، راح تخرب كل عمليته، تمام؟ فوظيفه الباستير والانتيريور اير ساك هي زي الانجن تبع السياره. اوكي، اذا ما فهمتها مش مشكله، احفظها حفظ امشي، خصوصا تاعت الحيوانات، انا مش مهتم بالحيوانات صراحه. اوكي طيب، ما انه في حيوانات كثير بحياتي. أوه. هذا دعم. طيب، air passes through the lungs in one direction only. زي ما انت شايف الدايركشن اللي بيعبر فيه الهواء هو بس هيك، مستحيل يعبر من الانتيريور لللنج للباستيريور، لا، دائما اتجاهه باستيريور لنج انتيريور، مستحيل يكون بالعكس، تمام؟ وبس through the entire system lung and sac require two cycles of inhalation and exhalation. هاي قلت لك اياها، انه هو two cycles من inhalation and exhalation، هاي اول cycle لعند اللنج، السايكل الثاني بتبلش من عند اللنج. اوكي، سهله يعني، هذا الشكل تقريبا بيوضح لك اغلب المعلومات اللي فوق. والفنتيليشن ان بيرد از هايلي افيشنت ايفن مور ذان هيومن. ليش؟ لانه البيرد بيتنفس اثناء الطيران، فات نيد تو بي هايلي كوردينيتد، تمام؟ هسه رح نروح للماميليان بريث، تمام؟ رح نروح للماميليان بريث، كيف يتنفس الانسان. الانسان يتنفس عن طريق النيجاتيف بريشر، قلت لك عنه شو هو، انه هذا هي التراكي تاعته من فوق واللنج تاعته تحت، بيعمل لي نيجاتيف بريشر هون، فالنيجاتيف بريشر بيسحب الهواء سحب. طيب، مين اللي بيعمل النيجاتيف بريشر؟ عن طريق زياده اللنج فوليوم. كيف بيزيد اللنج فوليوم؟ عن طريق عمليه اخذ نفس لجوا. لما انت تاخذ نفس، عضلات الريبس تاعتك بتطلع لبرا، والديافرام بينزل لتحت، ف
الفوليوم تبع الثوراسيك بزيد، لما يزيد الفوليوم شو بيقل؟ بيقل البرشر، فبيعمل لك نيجاتيف برشر، تمام؟ بس اوكي فهمتها؟ في لها اكيد تفاصيل كثير لكن مش راح ناخذ فيها. راح ناخذ ثلاث مفاهيم متعلقات بالفوليوم، ساعات اللنج نفسها مش ساعات الثوراسيك، الفوليوم ساعات اللنج. واحدة التايدال فوليوم، واحدة الفايتال كاباسيتي، وواحدة الريزيجوال فوليوم، تمام؟ تمام؟ التايدال فوليوم هو قديش انت بتاخذ وبتطلع هواء طبيعيا، اوكي؟ يعني ها هاي التايدال فوليوم، يعني التايدال فوليوم هي الفوليوم اوف اير انهيلد وذ ايتش بريث، يعني هي يا اما قديش انت اخذت هواء او قديش طلعت هواء بالنورمال بريث، تمام؟ هذا النورمال بريث هيك، تمام؟ انا بالنورمال بريث باخذ مثلا 500 مللتر وبطلع 500 مللتر، هذا اسمه تايدال فوليوم، تمام؟ طيب ايش هي الفايتال كاباسيتي؟ هي نفسها التايدال فوليوم بس مش بالنورمال، بالماكسيمم. شو يعني؟ انا النورمال بريث تبعي هيك، صح؟ طيب اما لما اكون تعبان شو بعمل؟ باخذ لما بدي اخذ اطول نفس عندي هيك، باخذ هذا اطول نفس عندي بسميه الفايتال كاباسيتي. يعني الفايتال كاباسيتي نفس مفهوم التايدال فوليوم، بس التايدال فوليوم لما انت تتنفس بشكل طبيعي از نورمال بريث، اما لما تكون ماكسيموم تايدال فوليوم هذا بسميه فايتال كاباسيتي. يعني لما استعمل كل يعني لما اوصل لاخر مرحله من انهيليشن هذا اسمه فايتال كاباسيتي، اما از نورمال اسمه تايدال فوليوم، تمام؟ طبعا في يعني مش حاب اطمئن لكم اكثر، هي زي هيك المبدا، زي هيك هذا هو المخطط. التايدال فوليوم زي هيك، انه هذا انهاليشن وهذا اكسهاليشن بالشكل الطبيعي، تمام؟ هاي بتكون نفس كمية، هاي هي غالبا تقريبا 500 مللتر، تمام؟ يعني ما قلتش الرقم من عندي، تمام؟ هذا التايدال فوليوم، التنفس الطبيعي، تاخذ 500 وبتطلع 500. اما شو الفايتال كاباسيتي؟ انك لما مش بس تاخذ اللي بكف، يعني تاخذ زيادة، تاخذ الماكسيموم اللي بتقدر تاخذه، مثلا تاخذ لهون وتطلع هنا، تاخذ لهون وتطلع هنا، هذا هو الفايتال كاباسيتي، تمام؟ طيب هسه بدك تعرف انه حتى لما انت تطلع هواء دائما بيظل في هواء جوا الرئه تاعتك دائما، اوكي؟ يعني دائما لما انت تطلع هواء دائما بيظل في هواء بيظل جوا الرئه دائما، حتى لو ظليت تطلع النفس لاخر نقطه عندك لازم دائما يظل في هواء جوا رئتك، هذا ايش اسمه؟ الهواء ريزيجوال فوليوم. فبس هذول الثلاث مفاهيم راح نطلقهم، تايدال وفايتال كاباسيتي وريزيدوال فوليوم، تمام؟ على الار اس راح تاخذوا التفاصيل اكثر واكثر. فراح هون بيقول لك كيف انه لما تاخذ انهاليشن كيف الدايفرام بيتحرك لتحت والريب كيج بيصير له اكسبانجن، تمام؟ بيصير له كونتراكشن فبيطلع لقدام، تمام؟ وبالاكسهاليشن بيصير العكس. شو هذا؟ بالانهاليشن بيعمل لك نيجاتيف بريشر، بالاكسهاليشن شو بيصير؟ الريب بيرجع مكانه والريبس بتفوت لجوا، فشو بصير بالفوليوم؟ بقل. فشو بصير بالبرشر؟ بزيد شوي، فبيقل النيجاتيف برشر فبيطلع الهواء، فالانهيليشن عكس الاكسهاليشن. مش بحاجه لتفاصيل كثير. كنترول اوف بريثنج اون هيومن، كيف نتحكم بالبريثنج اون هيومن؟ هلا البريثنج از كنترولد باي انفولنتري ميكانيزم، يعني هي مش عمليه تتحكم فيها انت، يعني مرات بلا قصد. هسا ممكن انت تفكر انك عمليه التنفس تاعتك انت بتتحكم فيها بالغلط، انت ما بتتحكم في التنفس تاعتك الا اذا انتبهت لها. لانه اسالك سؤال وانت نايم انت مش منتبه لعمليه التنفس، فهل معناته انت نايم بتوقف عمليه التنفس؟ لا، فهي involuntary mechanism، تمام؟ طيب هسه عمليه التحكم في اي عمليه بجسمك هو غالبا بتصير عن طريق السي ان اس. كل عملية لها منطقة محددة بتتحكم فيها بالسي ان اس. هسه عملية التنفس تتحكم فيها منطقة في المخ اسمها الميدلا اوبلنجاتا، منطقة بالبرين اسمها الميدلا اوبلنجاتا. شو بتعمل؟ هسا احنا قلنا شو وظيفة عملية التنفس؟ تتخلص من السي او 2 او تاخذ او 2، تمام؟ هسا العامل الاساسي اللي بيتحكم في عملية التنفس هو السي او 2، تمام؟ مش الاو 2، يعني هذا العملية الاساسية. ليش؟ لانه السي او 2 از هايلي توكسيك، فعملية التخلص من السي او 2 اهم من عملية اخذ الاو 2، تمام؟ فلما يرتفع عند السي او 2 شو بصير بالبي اتش تبع الدم؟ شو بصير بالبي اتش تبع الدم؟ بده يقل، لانه السي او 2 ماده حمضيه، فراح يخلي البي اتش يقل، اوكي؟ لانه بيخليه لور. لما يقل البي اتش تبع الدم في عند ريسبتورز معينه لوين بتودي الاشارات هاي؟ للميدلا اوبلنجاتا. الميدلا اوبلنجاتا بتحلل المعلومات، بتحللها وبتطلع الاشارات للرئه. شو بتصير يعمل للرئه؟ تتنفس اسرع وبشكل اعمق، يعني هيك تصير تنفس اعمق، اوكي؟
مظلة أوبلنجات بتسجل. وطبعا والعكس، لما يرتفع تركيز البي اتش، لما يرتفع تركيز البي اتش معناته نسبة السي او 2 قلت كثير، معناته أنا بحاجة أهدي النفس تبعي. تمام، ففي عندي سنسورز بالأورطة وبالكاروتيد أرتريز، هن إيش وظيفتهم؟ بيقيسوا الاو 2 والسي او 2، مشان إذا ارتفع أو قل واحد منهم تتغير، يودوا إشارات للمظلة أوبلنجات، والمظلة أوبلنجات تأمر الرئة شو تعمل أو كيف تتنفس. تمام، طبعا هي الاشارات بتتحكم الاشارات هاي بتروح للبريثنج كنترول سنترز اللي هي الميدلا اوبلنجاتا، وهي بتتحكم فيها. اديشنال موديليشن بريثنج تيك بليس ان ذا بونز نيكست تو الميدلا. يعني هسا مين المتحكم الاساسي في المخ في عمليه التنفس؟ هي الميدلا اوبلنجاتا، لكن في منطقه ثانيه في المخ بتتحكم بشكل بسيط وهي البونز، مش مهم التفاصيل كثير. اوكي، طيب فهون بس بشكل بسيط، مثلا هون لما يقل البلد بي اتش نتيجة ارتفاع نسبة السي او 2، فأنا شو لازم يعمل؟ في عنده ريسبتورز معينة موجودة في الأورطة أو في الكاروتيد أرتريز بتبعث لي إشارات للسريبرو سباينال فلويد المحيط بالميدلا أوبلنجاتا. الميدلا أوبلنجاتا بتأخذ هاي الإشارات وشو بتعمل؟ بتخلي الرئة تتنفس بشكل أعمق وأسرع، بتزيد الـ respiratory rates وبتزيد العمق تبع التنفس، فبتزيد من عملية التخلص من الـ CO2، فبيرجع الـ pH للوضع الطبيعي اللي هو 7.4. okay. هيك بضل علينا بس آخر concept، نريح برضه دقيقة ونرجع إن شاء الله. طيب نكمل لآخر concept، وهو concept سهل يعني. رح ناخذ عن الادابتيشن اوف جاس انشنش والريجيمنتات بعد ان ترانسبورت جاسز. هسه رح نحكي عن ما هي المواد اللي بيستعملها السي بي اس مشان ينقل الغازز تاعت الار اس، مشان ينقل مثلا الاو 2 والسي او 2 ما بين اللنج وما بين خلايا انسجه الجسم. تمام، the metabolic demand requires the blood transport large quantities for O2 and CO2. يعني احنا بحاجه انه تنتقل الاو 2 وينتقل السي او 2 من مناطق لمناطق معينه مشان نضل عايشين. تمام، فاذا بدنا نيجي نرسم مثلا شو اللي بيصير بشكل فعلي عندنا، شو بصير عندنا، انا اعتبر انه هاي هي اللنج. تمام، وهاي هي مين، وهاي هي خلايا الجسم. تمام، هسا اللنج شو بتعمل لي؟ اللنج وظيفتها انها اول اشي وشوفي بيناتهم، البلد فيزل. تمام، في بيناتهم البلد فيزل. تمام، شو بيصير باللنج؟ اللي بيصير باللنج انها بتاخذ اكسجين من برا، ولنعتبر انه مثلا هذا هو الثم. تمام، هذا هو الثم، فلنعتبر انه الاكسجين شو بتاخذ من الثم؟ بتاخذ اكسجين يعني بتاخذ اكسجين بتفوته لجوا، وشو بتطلع لبرا؟ ثاني اكسيد الكربون. فهسه اللنج شو فيها؟ فيها كمية كبيرة من الأكسجين وكمية قليلة من السي أو 2 مقارنة بخلايا الجسم. خلايا الجسم شو بصير فيها؟ ميتابوليك. خلايا الجسم تستهلك الأو 2، فتركيز الأو 2 فيها بقل، يعني الأو 2 is low والسي أو 2 is high. ليش؟ لأنه نتائج الميتابوليك إنها تعطيني سي أو 2. فأنا شو بحاجة؟ أظل أزود خلايا الجسم بالأو 2 واظل اخليها تتخلص من السي او 2. فالدم شو بيعمل لي؟ الدم بياخذ لي الاو 2 والسي او 2 ولوين بيوديها؟ باللنج. هسا الدم اللي بيوصل اللنج شو بيكون محتوياته؟ بيكون الاو 2 فيه قليل والسي او 2 فيه عالي. تمام، مقارنة بالرئة اللي الاو 2 فيها عالي والسي او 2 فيها قليل. فبناء على الديفيوجن قلت لك انه راح ينتقل السي او 2 من المكان العالي للمكان القليل ويروح للرئة، وراح ينتقل الاو 2 من المكان العالي اللي هو في الرئه ويروح للدم. اوكي، فهيك الدم متحمل بالاو 2 وتخلص من السي او 2. تمام، شو راح تعمل الرئه؟ السي او 2 اللي فات عليها تطلعه وترجع تطلعه في اكسبيريشن، وترجع مثل الانسبيريشن تحملها بي او 2. تمام، وشو راح يصير يعمل الدم؟ الدم راح يرجع لخلايا الجسم يعطيها او 2 ويرجع ياخذ منها سي او 2 وتعاد الكره. هيك هي العمليه بشكل بسيط. تمام، طيب البلد اللي بيوصل للرئة بيكون فيه low O2 زي ما شرحت لك وفيه high CO2، بعدين راح ينتقل بالألفولاي، الألفولاي راح تعطي الدم O2 وراح تاخذ منها CO2. تمام، بعدين راح يروح الدم المحمل بالO2 يروح للتشو. لما يروح الدم المحمل بالO2 للتشو، التشو شو راح يعطيه؟ التشو راح يعطيه CO2 والدم راح يعطي التشو O2. ايزي، ما بدهاش شيء. وهذا بس ملخص على شكل صورة للإشي اللي بده يصير، اللي هو اللي أنا رسمت لك إياها هناك. تمام؟
شوي بس. طب بعتذر منكم. طيب زي ما قلنا، كل اللي بينقول لي هاي الأشياء هي عبارة عن بروتينات، يعني أنا لما ينتقل الـ O2 والـ CO2 بالدم بنتقله بأكثر من شكل. أحد أهم الأشكال اللي بينتقلوا فيها بينتقلوا عن طريق وجود بروتينات معينة في الدم، بينتقلوا عن طريق وجود بروتينات معينة في الدم. ركزين. تمام. إيش هاي البروتينات؟ زي ما أخذتوها مثلا، أو الصبغات زي الهيموغلوبين هو أهم، بس راح نأخذ عنهم بشكل عام. الريسبيراتوري بيجمنتس عبارة عن بروتينات وظيفتها نقل الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون، مش بس الأكسجين، وهي بتزيد بشكل كبير كمية الأكسجين اللي الدم بيقدر يحملها. يعني لولا وجود هاي البيجمنت، الأكسجين ما بيقدر يحمل هاي الكم الدم ما بيقدر يحمل هاي الكمية من الأكسجين. تمام. الأرثروبودز اللي هي نوع من أنواع الحيوانات مش مهمة، والملك والمولاسكس بعرفش إيش هذول، عندهم عوضا عن الهيموغلوبين عندهم الهيموسيانين، والهيموسيانين في ذرة كوبر وهي التي تعتبر الأكسجين بايندينج كومبوننت. بينما في الماميليان أو في الفيرتبرس تحديدا إحنا إيش عندهم؟ اسم البروتين اسمه هيموغلوبين ومحمل بحديد. يعني هذول اسم البروتين هيموسيانين وفيه كوبر، إحنا هيموغلوبين ومحمل في ذرة أيرون. تمام. في الفيرتبراز برضو الهيموغلوبين contained within the erythrocytes، يعني وين مكان وجود الهيموغلوبين؟ جوا الريد بلاد سيل. تمام. فلاحظ هذا هو الهيموغلوبين وكيف فيه 4 ذرات حديد، وكل ذرة حديد قادرة على أنها ترتبط في ذرة O2. فالهيموغلوبين الكامل كم مع كم ذرة مع كم O2 مولوكيول بيقدر يرتبط ب4 مولوكيولز. تمام. طيب هسا راح نحكي شوي عن الهيموغلوبين بشكل أساسي. إحنا قلنا الهيموغلوبين بيقدر يشيل 4 مولوكيولز في O2 كل، لأنه فيه 4 ذرات حديد. تمام. The hemoglobin dissociation curve show that small change in partial oxygen can result in a large change of delivery of O2. يعني بقول لك التغير البسيط في كمية التغير البسيط في كمية جزيئات الأكسجين اللي بتنفصل أو بتنربط على الهيموغلوبين إلها أثر كبير في كمية الأكسجين اللي بيوصل للخلايا. يعني هذا مشان شو يقول لك؟ إنه وجود الهيموغلوبين جزء مهم جدا في نقل الأوتو وذهابه باتجاه الخلايا أو إنه ما يروحش باتجاه الخلايا. تمام. طبعا وبرضه لا ننسى إنه CO2 له تأثير على الأوتو، يعني هذا اسمه بور افكت. شو يعني بور افكت؟ يعني لما يرتفع تركيز السي او 2 في منطقة، بيقل من الاسوسيشن تبع الهيموغلوبين مع الاو 2 في نفس المنطقة. شو مفيد هذا الاشي؟ ركزوا معي، مفيد هذا الاشي بالاشي الاتي، انه مثلا انا عند منطقة التشو شو بتتوقع تركيز السي او 2؟ عالي تركيز السي او 2 عالي في منطقة في هاي المنطقة، فالبي اتش بده يكون قليل. تمام. البي اتش بده يكون قليل. تمام. لأنه السي او 2 العالي بيعطيني بي اتش قليل. هسه في هاي المنطقة الهيموغلوبين الموجود في هاي المنطقة بيصير يفك أسرع عن الاو 2. ليش؟ مشان الاو 2 يروح على التشو ويغذيها. فهمت إيش فائدتها؟ فهمت إيش فائدتها؟ يعني بالمناطق اللي عند التشو تركيز السي او 2 بالدم اللي عندها بيكون عالي. تمام. فشو بيعمل هذا؟ بيأثر لي على الهيموغلوبين انه يصير يفلت الاو 2 مشان يسمح للاو 2 انه يروح، لانه بالاخر ما بينفع الهيموغلوبين يروح كله للخلايا مع الاو 2، لا لازم الاو 2 ينفصل عنه اذا بدك اياه يروح عن طريق الديفيوجن. تمام. اما في مناطق الرئة فانا بدي لازم الهيموغلوبين يرتبط بالاو 2. فشو الحل؟ في مناطق الرئة، في الرئة في ان دي لونجز تركيز السي او 2 بيكون قليل. لما يكون تركيز السي او 2 بيكون قليل، فهذا شو بيؤدي للهيموغلوبين؟ انه تزيد قوة ارتباط جزيئات الاكسجين فيه. ليش؟ مشان يحمل بالاكسجين مشان يروح لهاي المناطق. فانت فهمت ايش الفرق بين مناطق التشو ومناطق اللنج؟ في مناطق التشو تركيز السي او 2 عالي بتحفز انه الاو 2 يتحرر من الهيموغلوبين ويروح باتجاه الخلايا، بينما
في مناطق اللنج الـ CO2 عندي قليل، فهذا بيحفز الهيموغلوبين إنه يخذ الـ O2 اللي موجود في الدم اللي إجى عن طريق الديفيوجن من اللنج. هو إجى من اللنج، يعني هذا الـ O2 الموجود هون إجى من اللنج، فالـ CO2 القليل بيحفز الهيموغلوبين إنه يرتبط بهذول الـ O2 مشان يروح للتشو. فهمت؟ طيب هذا ايش اسمه العمليه، بور شيفت او بور افكت. هيموجلوبين له ماينر رول ان ترانسبورت اوف سي او 2 اند اسيست ان بفرنج ذا بلاد، يعني الهيموجلوبين له ميجر رول في نقل الاو 2 لكن له ماينر رول في نقل السي او 2. راح ناخذ طرق النقل كثير بعدين، لكن في تفاصيل شوي هسه. فلاحظ هذا ايش بيوضح لك الشكل الاول، هذا بيوضح لك كميه الاو 2 اللي موجوده في دم المرتبطه في الهيموجلوبين من اللنج، يعني هون اللي اخذناها هون، يعني هون قديش ارتبط اكسجين بالهيموجلوبين هون، تمام؟ بعدين انتقل الاكسجين لحد ما وصل هاي النقطة. شو هي هاي النقطة؟ اللي هي هاي النقطة اللي هي لما يوصل الدم للتيشو تبعك ويأخذ الاكسجين منها. إذا بدنا نحسب فرق الاكسجين فهو إياه، فهو طبعا وأنا مش عارف أوضح لكم الإشي لأنه شوي معقد. شوفوا هذا الشكل بوضح لك على محور الصادات الـ O2 saturation hemoglobin إنه قديش في عندي O2 مرتبط بهيموجلوبين، تمام؟ هذا بوضح لك قديش في عندي O2 مرتبط بهيموجلوبين، تمام؟ فكل ما زادت كمية الـ O2 اللي فك عن الهيموجلوبين معناته الـ O2 هذا وين راح؟ راح باتجاه التشو، تمام؟ فأتريست يعني وأنت بالوضع القاعد، أنت هيك نايم على السرير، أنت أكيد خلاياك برضه بحاجة أكسجين، فبحاجة إنه شوية O2 يتحرر من الهيموجلوبين مشان يروحوا باتجاه هاي التشو. كيف بنعبر عن هاي القيمة؟ بنعبر عنها عن القيمة إنه 100% 100% اللي هو 100% O2 كلهن مرتبطات بالهيموجلوبين ناقص النسبة اللي حاليا ساتوريتد بالO2. يعني كيف بدي أوضح لك إياها؟ يعني أنت هسا أنا عندي اللنج، أوكي؟ انا هسه 100% من الـ O2 محمل وين، او 99% هي 100% لنفرض جدلا انها 100% من الـ O2 وين محمل بالهيموغلوبين، تمام؟ طيب هسه وين نروح؟ بدنا نروح باتجاه التشو. التشو راح يخلي جزء من الـ O2 ينفك عن الهيموغلوبين، فبطلوا 100% من الـ O2 موجودات على هذا الهيموغلوبين، فهمت؟ فمثلا صاروا 60%، تمام؟ مثلا صاروا هون 70%، مثلا صاروا 70% فقط من الـ O2 مرتبطات مين؟ بالهيموغلوبين، والباقي وين راح؟ الباقي أخذته الخلايا وصارت تصرف فيه. الفرق بيناتهم 30% هو شو؟ هو الـ O2 unloaded to tissue at rest، يعني هو كمية الـ O2 اللي فكت عن الهيموغلوبين وراحت في التشو، هذا بالوضع الطبيعي. طيب كم تتوقع هل تزيد راح تزيد أو تنقص الكمية في حالة الإكسرسايز؟ يعني في حالة الإكسرسايز أنا بحاجة O2 أكثر، فكمية الـ O2 اللي لازم تتحرر من الهيموجلوبين تكون أكبر، فكمية الـ O2 اللي راح يصير لها unloaded كم راح تكون أكبر بكثير؟ راح توصل ل 80%، تمام؟ راح توصل ل 80%، يعني هون 100% بالوضع الطبيعي وتحرر 80%، ووين راحوا باتجاه التشو؟ إن شاء الله تكون فهمتوا، مش عارف أوضحها أكثر، يعني ما فيش إلا هيك، يعني فكم ففي حالة الإكسرسايز كم ظل O2 كم ظل هيموغلوبين مرتبط بO2؟ بس 20% من اصل 100%، معناته 80% من الO2 صار له انلودد، هذا بوضع الاكسرسايز. بينما في وضع الريست بس 30% تقريبا صار له انلودد. ال 30% هذول راحوا باتجاه الخلايا في وضع الريست، وال 80% هذول راحوا باتجاه مين؟ باتجاه الخلايا في وضع الاكسرسايز. تمام، هذا على بي اتش 7.4، وهذا الشكل بيحكي لك عن البور افكت، انه كيف البور افكت كل ما قل البي اتش. لاحظ هون قل البي اتش، صح؟ قل البي اتش اللي هو الخط مش المتقطع، الخط الثاني. قل البي اتش معناته شو صار بالسي او 2؟ زاد. قلت لك لما يزيد السي او 2 شو تأثيره على الهيموجلوبين؟ تأثيره على الهيموجلوبين شو انه يعمل لي؟ يزيد من الديسوسيشن بينه وبين مين؟ وبين الـ O2. فلاحظ كيف قل، يعني لنفرض انه النقطة هاي مقارنة بهاي النقطة، كيف انه الكمية هون اقل. لاحظ انه كيف الكمية هون اقل، يعني لاحظ مثلا هاي النقطة، شوف هاي النقطة هون وهون، لاحظ انه هاي الـ O2 saturation اقل من هاي. ليش؟ لانه هاي الـ CO2 اعلى
فكون الـ CO2 أعلى معناته كمية الساتوريشن للهيموغلوبين بدها تكون أقل. ليش؟ لأنه كمية O2 أكثر تركت الهيموغلوبين وراحت باتجاه التشو. إذا بدك، إذا مش فاهم الأشكال تقدر تربطهم بعلاقة إنه الـ O2 saturation، الـ O2 saturation بيكون أعلى إشي متى؟ متى بيكون أعلى إشي الـ O2 saturation لهذا الشكل؟ بيكون أعلى إشي عند اللنج. بقل متى وقت الريست، يعني وقت يعني هون بيكون 100% وقت عند اللنج. وعند الريست بقل شوي هذا الساتوريشن. ليش؟ لأنه بنستعمل بعض الأوتو هات وين بتروح باتجاه التشو، ف70% وقت الريست بس ساتوريتد، 70% بصير لهم ساتوريتد، وباقي 30% شو بصير لهم؟ بيروحوا. و20% أما في وقت الإكسرسايز بس 20% بيكون ساتوريتد ويز، بس 20% بيكون ساتوريتد with اكسجين. ليش؟ لانه 80% استهلكناهم للخلايا. اوكي، والبور افكت شرحت لكم اياه فوق. تمام. هسا نقل الكربون دايوكسيد CO2، هو بينتقل في اكثر من طريقه. طبعا كيف بينتقل؟ هسا يا اما بينتقل ذائب في بلازما الدم، او بينتقل جوا الهيموغلوبين اللي موجود في الار بي سي، بس هاي كميه ماينر منه، او بينتقل جوا الار بي سي نفسها. اوكي، يعني له 3 طرائق للنقل. يعني تمام، يعني هذا لنفرض انه هذا وعاء دموي وهذا ار بي سي. تمام، السي او 2 يا اما بيذوب بالبلازما نفسه، او بفوت جوا الريد بلاد سيل وبيتفاعل مع الاتش 2 او وبينطيني اتش سي او 3 ماينس وقصص طرمه يعني، وبينتقل جوا الار بي سي بهذه الصيغه، وبترجع بتنعكس صيغته بيرجع سي او 2 لما يوصل مثلا لانج، او بيفوت كميه كبيره من صغيره منه جوا الهيموغلوبين. تمام، طيب فسم سي او 2 يا اما ديفيوز جوا البلد، يا اما بيكون في البلازما نفسها، او باوند الهيموغلوبين. ويعني هن بينتقلوا في 3 اماكن، يا اما بيدوب بالبلازما، او بينتقل عن طريق الهيموغلوبين، او بفوت جوا الريد بلد سيل لكن ما بيروح للهيموجلوبين، بيظل جوا الريد بلد سيل بحد ذاتها، بيرتبط مع ووتر فبصير سي او 2، فبيرتبط هسه الاريثروسايت جويها ووتر فبصير سي او 2 واتش 2 او، فشو بيعطيني؟ اتش 2 سي او 3، والاتش 2 سي او 3 بتتحلل لاتش بلس واتش سي او 3 ماينس. مش مطلوبه منكم برضه، بس انه الاشياء هي مطلوبه منكم بس مش كثير مهمه يعني. HCO3 ماينس، وبتظلوا بهاي الصيغة لحد ما يوصلوا لللنج. لما يوصلوا لللنج شو بصير؟ تنجمع هاي لهاي وبيرجع يعطيني CO2، والCO2 بيطلع باتجاه اللنج، واللنج بيطلع عن طريق الاكسيرشن. مش مهم كثير هاي العملية، بس اني بوضح لكم انه في عندي 3 طرق لنقل CO2. الماينور الميجر واي هي عن طريق هاي، اوكي، بينما الميجر واي لنقل الاكسجين اياها عن طريق الهيموغلوبين. تمام، in the lung the relative pressure of CO2 favor the net diffusion of CO2 out of the blood. يعني عند اللنج بيتجه ال CO2 انه ينتقل من الدم باتجاه اللنج مشان اللنج تتخلص منه. اخر 3 اشكال، هذا انا ما فهمت شو بده، اتوقع ان الدكتور مخربط بمكانه، ما بتوقع انه لازم هون لانه بيحكي عن ال LDL، بس المفروض يكون في شرح عليه بس ما في. هاي نفس الصورة اللي شرحت لكم رسمت لكم اياها فوق، وهاي انا برضه ما فهمت شو هي، بيحكي عن ال O2 saturation of hemoglobin، انه الساتوريشن للهيموجلوبين بالفيتس بيكون اعلى من المذر. فليش؟ شو معنى هذا الاشي؟ معناته انه تركيز الاو 2 بالفيتس اللي هو الفري او 2 بالفيتس بيكون اعلى من، بيكون اقل من تركيز الاو 2 الفري في المذر، فبينتقل من المذر للفيتس، فهيك المذر بتغذي الفيتس. ف الاو 2 ساتوريشن هيموجلوبين بالفيتس اعلى، كون الاو 2 ساتوريشن هيموجلوبين اعلى معناته الفري بيكونوا اقل، والمذر بيكون الاوتو ساتوريشن اقل معناته الفري بيكونوا اعلى، فبينتقل من الاعلى للاقل. هذا معناه هذا الشكل. تمام، مش مهم. تمام، هيك خلصنا المحاضره. انا عارف ان المحاضره شوي كانت صعبه في مناطق، صدقا في اشياء ما قدرت اوضحها لكم اكثر، مش اني مش قادر اشرحها، بس شرحها حيخليكم تتعمقوا باشياء انا ما بدي اياكم تتعمقوا فيها. تمام، يعني انا متأكد إنه في أشياء ما فهمتوها، فالأشياء اللي ما فهمتوها أنا مش إني ما شرحت مشان مش عارف أشرحها، أنا ما شرحت مشان ما بدي إياكم تتعمقوا فيها الآن، ما معكم وقت تتعمقوا فيها الآن، فالأشياء اللي ما فهمتوها احفظوها حفظ، لأني إذا بتذكر كنت أكتب لكم نوتس. تمام؟ يعطيكم العافية ومع السلامة.